بعد كده لو بقى معانا وقت وفينا لسه مساحة ذهنية إن إحنا نكمل، هنبدأ نخش إزاي نتعامل مع جيت في ريموتلي يعني. طيب البرانشنج في جيت وفي أي سورس كنترول ده عبارة عن إن الواحد يعني كأنه بياخد كوبي من أبلكيشن هو شغال عليه، ياخدها على جنب عشان يا إما فيكس فيها إيشو أو يزود فيتشر، بس من غير ما يحب يكون عنده فرصة إن هو يرجع. يعني دلوقتي لو أنا شغال على الكود بتاعي بدون سورس كنترول وعاوز أزود فيتشر بعد ما وصلت لمرحلة كبيرة في الكود، يعني هبقى خايف إن أنا أبوظ أي حاجة تانية شغالة، أو وأنا بفيكس باج بفيكس إيشو ممكن أبقى خايف إن أنا أبوظ حاجة كانت شغالة. فالناس كانت بتعمل قبل كده إنها بتعمل كوبي وتشتغل على الكوبي دي لو الدنيا تمام تريبليس الفيرجن الأساسية. في اي سورس كنترول بقى فيه برانشنج، والبرانشنج في جيت من ضمن الحاجات اللي بتميز جيت عن اي سورس كنترول تاني. صحيح البرانشنج موجود في اي سورس كنترول ابلكيشن تاني زي اس في ان وغيره، ولكن جيت بيتميز ان هو في البرانشنج سريع شويه. البرانشنج زي ما قلنا احنا دلوقتي عندنا المين برانش شغال الديفلوبمنت عليه، فدلوقتي ممكن يجي لي مكالمه من الكاستمر او واحد زميلي اتصل بيا يقول لي الحق في ايشو لقيناها وعاوزينك تخش تعمل لها فيكس. فانا بدل ما اخش اعمل لها فيكس باخد كوبي اللي هو برانش يعني على جنب وبحل الايشو بتاعتي، وبعد كده بعمل لها ميرج تاني بقى مع المين برانش. ميزه حاجه زي كده زي ما احنا قلنا ان احنا بنعزل الشغل بتاعنا عن الشغل الاساسي. الشغل الأساسي لو أنا بوظت أي حاجة مش ما حدش هيتأثر بيه. ده feature branch أو ال bug fix branch، وده ال mainstream. حلو. طيب تعالوا بقى نشوف ال branching في جيت شغال إزاي. هنتخيل ان دي الريبوزيتوري بتاعتنا بتاع جيت. احنا كده لسه مكريتين جيت ريبوزيتوري اللي هي عاملين جيت انيشاليز. يعني بعد ما اول ما نعمل جيت انيشاليز، جيت باي ديفولت بيكاري برانش اسمه ماستر برانش او ماستر برانش. الماستر برانش ده في الاول خالص مش بيشاور على اي حاجه. اول ما اعمل اول كوميت الماستر برانش بيشاور على الكوميت دي. جميل. طيب عملت كوميت جديدة بيكريت كوميت جديدة وبيخليها تشاور على اللاست كوميت زي ما احنا قلنا قبل كده. الكوميت عاملة شبه اللينك ليست وبينقل بعد كده الماستر برانش يخليه يشاور على اللاست كوميت. طيب عملت جيت كوميت جديدة هكريت كوميت جديدة خليها تشاور على اللي قبلها وينقل الماستر برانش وخليها تشاور على اللاست كوميت. حلو. طيب لحد هنا في حاجتين عاوز اقولهم. اول حاجه البرانش في جيت ما هوش الا عباره عن بوينتر بتشاور على كوميت. هعيد تاني الجمله دي لان الجمله دي مهمه جدا. البرانش في جيت عباره عن بوينتر بيشاور على كوميت. جميل. طيب تعالوا بقى نتخيل ان انا شغال مع زمايلي في بروجكت وانا حبيت اشتغل على فيتشر او فيكس باج، فانا هاجي عند الماستر وكاري برانش جديد هسميه فيتشر اكس. فيتشر اكس في الاول لما انا كريته هيبقى بيقف على نفس الكوميت اللي واقف عندها الماستر اللي هي سي 3. فنفترض انا بدات اشتغل وعملت كوميت جديده، فعملنا هنا سي 4. لما عملت كوميت جديده بقى فيتشر اكس بقى يشاور على لاست كوميت. زي ما انتوا شفتوا دلوقتي انا عملت كوميت جديده وانا واقف على فيتشر اكس، فهو لما جه حرك الفيتشر اكس برانش، بس حرك البوينتر يشاور على النيو كوميت. الماستر برانش لسه يشاور على الكوميت الثالثه اللي كان واقف عليها اصلا. تعالوا نتخيل بقى ان انا كملت شغل يعني، فبقى هنا في بقى في سي 5 فبقى فيتشر اكس اتنقل معايا بقى يشاور على سي 5. تعالوا نتخيل ان بقيت زمايلي اللي في التيم كانوا زودوا كوميتس جديده على الماستر، فبقى فيه هنا سي 6 وانا بقى فيه سي 7. ساعتها الماستر هيتحرك يقف عند سي 7.
اللقطة اللي احنا شايفينها دي بنقول عليها ان الفيتشر اكس دايفيرجد عن عن الماستر برانش، او التو برانشز دول دايفيرجد يعني تباعدوا عن بعض، كل واحد بقى له المسلك بتاعه الطريق بتاعه. حلو. طيب في ملحوظة حابب اقولها، وهي ان الماستر برانش ما هوش سبيشال برانش خالص على الاطلاق، هو خد شهرته او خد ميزته ان هو ده الديفولت نيم بتاع البرانش اللي بيكريت اول ما تعمل انيشيلايز للجيت ريبوزيتوري. يعني احنا ممكن نخلي الماستر برانش ده ممكن نسميه بيز برانش، او ممكن نسميه مين، او ممكن نسميه اي حاجه تعبر عن عن ان هو الاساس يعني. انما هو ملوش اي اعتبار خاص، الماستر برانش هو بالظبط كانه فيتشر برانش، مجرد برانش وخلاص. في هنا بس حاجه ما قلتهاش، وهي ازاي بيعرف جيت انا واقف فين. يعني انا دلوقتي انا قلت لو انا واقف على الماستر برانش وعملت كوميت، فالماستر برانش بيتحرك، او انا واقف على فيتشر برانش لو فيتشر اكس مثلا وعملت كوميت فالفيتشر برانش بيتحرك. في بوينتر تاني اسمه هيد، ده سبيشال بوينتر. هيد ده بيقول انت واقف فين. يعني دلوقتي لو انا واقف على الماستر هتلاقي هيد بيشاور على الماستر، لو انا واقف على فيتشر اكس هلاقي هيد بيشاور على فيتشر اكس. لو انا حبيت انتقل بين الكوميتس فانا هلاقي مثلا لو انا حابب اقف على سي 3 فانا هلاقي ساعتها هيد بيشاور على سي 3. هنشوف الكلام ده بالكوميتس هيبقى عامل ازاي، بس خلينا نفتكر ان ده ماستر برانش هو برانش عادي خالص، في عندنا سبيشال بوينتر اسمه هيد ده اللي بيحدد انا واقف فين. قبل ما ننتقل للكوماندز في كونسبت تاني مهم عاوز اقوله، الكونسبت ده للاسف منتشر بالغلط، يعني الناس مفهمينه غلط، بس مش مشكله الناس، هو جيت هو اللي عامل ديفينيشن مختلف شويه، مش سهل الهضم بسهوله. احنا في الطبيعي لما نيجي احنا قلنا عندنا هنا ده الماستر برانش، وطلعنا من هنا برانش تاني عشان نشتغل عليه سواء نعكري فيشر جديده او نحل بج. احنا في اذهاننا هنقول ايه؟ هنقول ان الحته دي كده ده البرانش الجديد، وهنقول ان الحته دي اللي تحت ده الماستر برانش. الكلام ده في جيت بقى مش صح. جيت بيقول ايه بقى؟ جيت بيقول اللي بيحدد البرانش ولا الكوميت دي تعرف توصلها عن طريق الكوميت اللي انت واقف عليها ولا. بمعنى تعالوا ناخد مثلا على الاكزامبل بتاعنا ده، احنا الماستر بيعرف بسبب ان هو واقف على سي 7 يعرف يتحرك لسي 6 عشان البوينترز دي، يعرف يتحرك لسي 6، يعرف يتحرك لسي 3، يعرف يتحرك لسي 2 لسي 2 وسي 1. ساعتها نقول ان ده ماستر برانش. ليه؟ عشان الماستر برانش يعرف يتحرك من سي 7 لاي حاجه في اللي فاتوا دول. طيب الفيتشر اكس، فيتشر اكس زي ما قلت لو احنا كنا فاهمين غلط هنقول ان فيتشر اكس هي موديل بس، وده مش صح. فيتشر اكس بيعرف يتحرك لسي 4 ويعرف يتحرك بسبب البوينتر ده من سي 4 لسي 3، بسبب البوينتر ده يتحرك لسي 2 وهكذا لحد سي 1. جيت بقى بيعتبر ان الحته دي كلها فيتشر اكس برانش، يعني الحته دي حته مشتركه ما بين التو برانشز، ويعتبرها تبع التو برانشز مش هيعتبرها تبع الماستر برانش بس. في طريقه في جيت نعرف ازاي نفصل الكوميتس دي لو احنا حابين، الكوميتس اللي على جنب لوحدها دي. بس اللي عاوز اقوله ان باي ديفولت جيت بيعتبر اي كوميت تعرف توصل لها عن طريق البرانش بتاعك يبقى هي تبع البرانش ده. لحد دلوقتي قبل ما ننتقل بقى للشغل العملي، انا كده شرحت الجزء النظري في المساله دي في الجزء بتاع البرانشنج. حد عنده اي سؤال او حتى مش واضحه يحب يعيدها؟ يعني انا عندي مثلا في سي 7، انا واقف عند سي 7 ما اقدرش اعمل جيت تشيك اوت لسي 4؟ تعرف تعمل، بس انا بتكلم كتصنيف سي 3، كتصنيف سي 3 تقدر هتقول هي تبع الماستر ولا تبع الفيتشر. في جيت هيبقى تبع الماستر وتبع الفيتشر. بس طبعا ان انت تتنقل عن طريق كوميتس ما لهاش علاقه انت تعرف يعني انت تعرف تحرك لاي كوميت انت عاوزها يعني.
انا اقصد ان مجرد ان في وصله، اسف، انا اقصد ان في مجرد ان في وصله ما بين الكوميتس، انما انت كيوزر تعرف تنتقد من اي كوميت انت عاوزها. إجابة واضحة؟ اه تمام كده. طب حد عنده أي سؤال تاني قبل ما نخش في العملي؟ طيب يلا بينا نخش في العملي. طيب احنا عندنا هنا في الريبوزيتوري بتاعتنا اللي احنا شغالين فيها من اول الجيت سيشنز، معلش انا هظبط بس حاجة. طيب انا هنا دي الكوميتس بتاعتي، عملت جيت لوج فلقيت ان هو الماستر برانش واقف عند الكوميت دي، والهيد بيقول ان هو واقف عند الماستر، الهيد بيقول ان هو واقف عند الماستر. طيب انا هعمل بقى برانش جديد، في طريقتين اعمل بيهم برانشز جداد، اما اكتب جيت برانش واكتب النيو برانش نيم، فهنسميه نيو برانش مثلا. تعالوا نعمل جيت لوج كده. هنلاقي الكوميت دي بقى في برانش، بس انا لسه واقف عند الماستر، عرفت بسبب ان الشاور على الماستر. فلو انا حبيت انتقل لبرانش تاني بعمل جيت تشيك اوت. تعالى كده نشوف اللوك تاني، على نفس الكوميت انا بقيت واقف عند نيو برانش، عرفت لان الهيد بقى يشاور على نيو برانش. فدلوقتي عند الكوميت دي في تو برانشز، ده هو ماستر ونيو برانش، بس انا واقف عند النيو برانش، واقف على البرانش ده معناها ان انا لو عملت كوميت النيو برانش ده هيتحرك والماستر هيفضل زي ما هو. تعالوا كده نجرب. فنفترض ان انا هعمل اد ده كود اي حاجه غيرها سي يعني، وبعد كده هعمل commit new branch commit 1. عملنا جيت لوج بقى هنلاقي ان new branch هو اللي اتحرك معايا وعمل commit جديدة وانا واقف عليه، ف new branch اتحرك وعمل commit جديدة، الماستر لسه واقف على نفس الكوميت اللي كان واقف عليها قبل كده. لو احنا كده بصينا فوق هنلاقي الماستر كان واقف عند اللي هو F9D، لسه الماستر واقف عند F9D. حلو. طيب لو حبينا نرجع للماستر تاني هعمل جيت تشيك اوت ماستر. تعالوا بقى كده نكري كمان كوميت عشان عاوز اوريكم حاجة في الجيت لوج لطيفة. تعالوا نتخيل ان انا هعمل اد للنيو فايل ده، معمل كوميت جديدة edit new file. بص بقى، من ضمن الحاجات اللطيفة اللي الواحد ممكن يشوفها في الكوماند لاين إن هو ممكن يعمل يطلع اللوج على شكل جراف. هنخليها one line ونخليها all، all دي معناها تطلع اللوج بتاع كل البرانشز. بص اللي حصل إيه، اللي حصل إن هو طلع من هنا كأنه مفرق طريق، حتة يمين وحتة شمال. الحته اللي طلع من عندها دي اللي حصل الفرق عندها، اللي حصل الفرق بعد F9D ده الكوميت اللي كانت واقفه عندها الماستر برانش والنيو برانش قبل ما نعمل كوميت جديده هناك. انا جيت هنا رحت انكريت برانش جديد لو حد لو انتوا فاكرين، ورحت عامل كوميت جديده اللي هي بتاعت النيو برانش واسمها نيو برانش كوميت 1، ورجعت على نفس الكوميت تاني ورحت عامل كوميت بس على الماستر وتعمل كوميت جديده وسميتها ادد نيو فايل او اديتها مسج دي سبجكت دي، فالماستر اتحرك معايا. فبالتالي بعد الكوميت دي بقى في طريقين، بقى في تو برانشز، برانش اسمه نيو برانش في الكوميت دي، برانش تاني اسمه ماستر في الكوميت دي. فمن ضمن الحاجات اللطيفه في اللوج انت ممكن تستخدم اوبشن جراف مع اول، فيديك المنظر اللطيف ده. طيب ايه الطريقه التانيه ان الواحد يكريت بيها برانش؟ الطريقه التانيه ان احنا نستخدم جيت تشيك اوت. جيت تشيك اوت او زي ما احنا شوفنا يعني من شويه، لما احنا جينا كريتنا برانش عن طريق جيت برانش انا ما انتقلتش بشكل تلقائي للبرانش الجديد، ما عملتش سويتش للبرانش الجديد، ففضلت واقف على البرانش اللي انا كنت عليه.
عادة لما بتكريت برانش جديد بتبقى حابب ان انت تسويتش ليه اوتوماتيكلي، فبدل ما كل شويه تكتب جيت برانش اسم البرانش الجديد وبعد كده جيت تشيك اوت للبرانش ده، فبقى انت جيت بيديك تسهيل وتبع الكونسبت بتاع كسر سيد الاخلاق. هنكري برانش جديد هكتب جيت تشيك اوت داش بي، معناها ان هكري برانش جديد وبعد كده اعمله تشيك اوت على طول، هسميه فيتشر اكس. كتب ايه؟ switched to new to a new branch feature x. قبل كده لما انا كريت branch بس طلع لي مسج كان بيقول لي ايه؟ ما طلعش مسج اصلا. طب خلاص ماشي، كان عامل branch من سوكات، ما عملت branch وبس انا كنت فضلت واقف على الماستر. تعالوا كده نبص بقى، بما ان انا عملت check out dash b branch كاري برانش جديد وبقيت واقف عليه، عرفت ان انا واقف عليه منين؟ من الهيد ان هو بيشاور على فيتشر اكس، وكريته عند الماستر لان انا اصلا كنت واقف عند الماستر عند نفس الكومنت بتاعت الماستر. حلو، يبقى كده في طريقتين عشان اكاري بين برانش، الجيت برانش والجيت تشيك اوت. لو احنا حابين نعرف بقى ايه الليست اوف برانشز اللي عندنا، لو انا حبيت اعرف من غير ما اعمل جيت لوج، جيت لوج دي كلها سطور ملهاش لازمه، انا عايز اعرف ان انا عندي ثلاثه برانشز فيتشر اكس وماستر ونيو برانش. حبيت اعرف البرانشز اللي عندي، فهعمل جيت برانش بس. جيت برانش بس بيعمل لي ليست لكل البرانشز وبيعلم على البرانش اللي انا واقف عليه. حلو، لو انا حبيت، لو انا لسبب ما على الريبوزيتوري دي في برانشز كتيره، وده بيحصل في الحقيقه عندنا في الشغل مثلا فوق ال 1000 برانش، فانا مش حابب لما اعمل جيت برانش اخلي في مليون سطر يتكتب تحت جيت برانش، فانا بعمل جيت برانش بقول له ليست وبديله في الليست دي الجلوب باترن بتاع البرانش. يعني فلنفترض ان انا عاوز اخليه يبقى فيه مثلا الحاجات اللي فيها حرف الاي، مثلا البرانشز اللي فيها حرف اي كله طلع فيه حرف اي. طيب تعالى نتخيل فيها حرف اي، كله فيها حرف اي، طب خلاص فيها ابر كيس اكس دي، فهو طلع لي البرانش بس اللي فيه حرف اكس ابر كيس. الجلوب باترن اللي كنا اتكلمنا عليها قبل كده فمش هنعدي عليها دلوقتي تاني، بس يعني اللي كنت عاوز اقوله انت ممكن تحدد بالظبط مجموعه البرانشات اللي انت عاوز تعمل لها ليست بان انت تحدد الباترن بتاعها. حد عنده سؤال لحد دلوقتي؟ طيب قبل ما اسيب لكم فرصه تجربوا الكلام ده عملي، انا حابب اقول حاجه وهي ان عاوز اعلق على الكوماند بتاع تشيك اوت. احنا تشيك اوت استخدمناه لحد دلوقتي استخدامين مختلفين. اول استخدام او استخدام اللي استخدمناه النهارده، استخدمناه النهارده ان هو استخدمناه عشان نسويتش لبرانش او عشان نكاري برانش جديد ونسويتش ليه اوتوماتيكلي كده، ان احنا نديسكور تشينجز. حد عنده مشكله في الكلمه اللي قلتها دي؟ تستخدم جيت تشيك اوت عشان تديسكور تشينجز؟ يعني باشمهندس لو سمعني صح؟ سامعين. طيب حلو جميل، هل حد عنده مشكلة في الفهم بتاع الجملة بتاعت discard changes بتاعت get check out؟ أنا بتاعتك مشكلة عشان طيب. طب بما ان الشباب التانيين قالوا ان هم يعني بما ان هم ما ردوش فهنعتبر ان هم ما عندهمش مشاكل، فعندنا طه وانور انتوا فاهمين الـ discard changes بتاع get check out؟ تمام. طب ما تشرح لنا طيب. يعني مش لدرجة اشرح بس يعني انا فاهم branching وكده واتعاملت معاه قبل كده يعني. طيب يعني ايه discard change بت check out؟ ان انت discard change ان انا ممكن اشيل اخر كومنت بنقل بيها من برانش لبرانش. لا ده مش ديسكورد تشينج. مش ده؟ لا. طه عندك تعريف للديسكورد بتاع تشينج؟ المفروض هو تشيك اوت برضه بتستخدم عشان اروح من كوميت لكوميت تانية غير اللي هو من برانش لبرانش. بالظبط. طيب تعالوا نشوف ايه بقى الديسكورد تشينج. احنا عندنا هنا فايلات ايه؟ عندنا هنا طيب تعالوا كده نعدل في فايل التكست.
فايل التكست تعالوا نتخيل ان انا هزود فيه سطر، هقول this is a new line وسيفت على كده. عملت get status طلع لي ان الفايل دوت تكست حصل فيه modification. بصوا جيت بيقول لي get check out اسم الفايل عشان ادسكور التشينج. فانا عملت get check out فايل دوت تكست كاني ما عملتش اي تشينج فيه، هيمسح التعديل اللي انا عملته. يعني لو عملت كده get def هنلاقي التشينج بتاعي ان انا زودت new line. تعالوا نجنور ال space، فانا زودت new line. لو انا هبيت بقى كاني ما عدتش نعم هيرجع في الستيجنج اريا، هياخد كوبي من من اللي في الستيجنج اريا يحطها في بروكن دايركت، يعني من الاخر ان هو التعديل اللي عملته يمسحه. فانا عملت جيت ستيتس تاني خلاص ما بقاش فيه تعديل للفايل دوت تكست. قبل كده كان فيه لما عملت جيت ستيتس. يبقى كده هستخدمين استخدامين لحد دلوقتي شفناهم للجيت تشيك اوت. اول استخدام اللي هو ان ديسكورد تشينج، تاني استخدام ان احنا ننتقل للبرانش او نكريته واحنا بننتقل وبعد كده ننتقل ليه اوتوماتيكلي. لحد كده انا خلصت الحته بتاعت بالنسبه للبرانشنج كله على بعضه. يعني انا بس هتاكد ان انا كل حاجه قلتها في الكومنتس او كل حاجه قلتها. فانا دلوقتي هديكوا الساعه كام دلوقتي؟ 9:35. هديكوا لحد 45 فرصه تقعدوا تجربوا الكومنتس اللي احنا استخدمناها النهارده دي. يلا معاكم 10 دقايق. حتى نعم عندي مشكلة. ايه هي؟ اعمل شير. لا مش فاضي. هنا كنت عامل من عند ماستر، عملت برانش اسمه باج. بعد كده بعديها عملت اللي هو يعني عملت يعني كوميت واد وكده. بعد كده رجعت تاني الفيتشر، بعد كده عملت برانش اسمه باجز، بعد كده عملت حاجات كده كتيرة في الاخر ما لقيتش باجز. يعني انا المفروض عامل هنا ايه ده؟ اختفى خالص. طيب الاول بس ثانية واحدة عشان انا عاوز اكبر الشاشة عندي، مش عارف اكبرها. انت بتكبر الشاشة ازاي؟ بتدوس على الشاشة بس نفسها. في ثلاث نقط كده جنب اللي هي الشيرنج، هتدوس عليها تلاقي انتر فول انتر بتاع فول سكرين. فول سكرين ماشي. طيب ماشي. طيب بص يا سيدي، ممكن توريني ممكن بس توريني كده الكومنتس اللي فوق الاول، يعني يطلع لي كده فوق من اول الكومنت بتاعك. هنا عملت جيت شيك اوت باج ماشي. بعد كده عملت جيت شيك اوت باج، يعني انت كريت كانت كنت اصلا كريت باج برانش. حلو. دلوقتي انا مش في باج برانش. بعد كده ثانية واحدة. صح. انا ما رحتش تمام ماشي. بعد كده عملت جيت شيك اوت فيتشر. عملت برانش اسمه جيت برانش داش بي باجز. باجز دي انا طيب لما انت عملت الكومنت ده، لما انت عملت الكومنت ده قال لك ايه؟ ايرور انون سويتش بي. لان احنا داش بي دي بتاعت التشيك اوت مش بتاعت البرانش. تمام. طب هو هنا في الاخر ليه مع بقى كله في سبعه واحد؟ يعني جت هنا في حته هو عمل برانش ومشي وكده، هنا بقى كله في سوا واحد. هنا ما هو عشان ممكن ما يكونوش يتحركوا. بمعنى عنده هيد وماستر على جنبه وباج فوق. ما هو مش لازم يحركوا. بمعنى ثانية واحدة بس اقفل كده الفول سكرين. طيب خليني اقفل الشير سكرين. ايوه خليني اشير. انت شايف كده عندي يا سيدي صح؟
شيء. بص يا سيدي، تعالى نتخيل إن إحنا عندنا هنا C1 C2 C3، الماستر هنا، وإحنا عندنا هنا C4 و C5، وده البرانش بتاعك اللي هو اسمه بوجة أو أي حاجة. جميل. لو احنا عملنا جيت لوج وان لاين وجراف للمنظر ده، مش هيطلعوا متفرقين بالمنظر ده. هو هيشوفهم ازاي؟ هيشوفهم كده. هيشوفهم بالمنظر ده. امتى يشوفهم يطلعهم يعني يحصل الفرق اللي انت بتشوف ده؟ لما الماستر والبوج يدايفرجوا يعني، يبقى هنا في برانش، يبقى في هنا كوميتس تاني، يبقى سي 6، هنا في سي 7، ساعتها هيحصل بقى منظر اللي هو في فرق الطرق اللي انت شفته ده. غير كده هيكملهم عادي كأنهم ورا بعض. انا بس عملت الاختلاف في الاول لما طلعت ببرانش وما حركتش الماستر، عملت الفرق ده للتوضيح البصري مش اكتر. فهمت حاجه؟ احنا ممكن نجرب الكلام ده. عمل بص كده، انت شايف الفرق ده؟ حصل هنا فرق بين النيو برانش والماستر. خلي بالك دلوقتي عندنا الماستر والفيتشر اكس مع بعض. انا هحرك بقى الفيتشر اكس دلوقتي، انا هعمل كوميت جديده هقعد فيها مثلا كل الفترات الاخيره اهو، فيتشر اكس كوميت 1. بص بقى، بناء على كلامك انا مفترض اشوف فرقين، بناء على كلامي هشوف فرق واحد لسه برضه. هو فعلا في فرق واحد بس، هو ده نيو برانش والماستر، وهو كمل على الماستر، زود عليها فوقيها على طول في نفس السوا فيتشر اكس، لان الماستر وفيتشر اكس مش كل واحد فيها بقى طلع له كوميت. لو انا رحت للماستر بقى وعملت كوميت جديده، هيحصل الفرق التاني بقى اللي احنا كنا اللي انت كنت مستنيه. تعالى كده بقى نروح للماستر ونكاري كوميت جديد. هقعد مثلا بي دو كلوز تعالى بقى نبص على اللوج اهو، حصل الفرق اهو يا سيدي. وضحت كده؟ عاود. طيب لحد هنا، حد عنده أي سؤال في البرانشينج يا شباب؟ طيب حلو أوي. احنا دلوقتي هننتقل للميرجينج. احنا عندنا جيت في طريقتين ممكن نمرج بيهم البرانشز، عندنا جيت ميرج وعندنا جيت تو بيز. بنمرج تو برانشز اللي هو احنا طلعنا بالنيو برانش، وبعد ما خلصنا الشغل بتاعنا خلاص عاوزين نضيف الشغل ده للماستر، او عملت فيكس للبج، بعد كده عاوز احط بقى الفيكس ده اللي كان على برانش تاني عاوز احطه بقى على الماستر. في طريقتين للقصه دي، في طريقه اسمها جيت ميرج، في طريقه اسمها جيت ريبيز. انا هشرح بتركيز على الميرج، وهشرح على خفيف الجيت ريبيز، وخلال الشرح انا هوضح ليه انا مركز على الجيت ميرج ومش هركز على الجيت ريبيز. تعالوا نتخيل ان عندنا ريبوزيتوري بالمنظر ده، عندنا سي، عندنا 3 كوميتس، وعندنا ماستر برانش. انا عرفت ان في بج، فاني كريت برانش جديد وعملت فيكس بتاعه خلاص. زي ما انت شايف يا سيدي، لما عملت فيكس وبرانش اتحرك معايا،
يعني كممكن كتوضيح بصري اطلع على جنب كده واكمل برانش، بس هو عشان الماستر والبرانش ده بقى في سوى واحد، عشان لسه الماستر ما اتحركش من ساعة الكوميت الاخير، من ساعة المنظر الاخير يعني. فانا عملت فيكس وخلاص، عملت بقى الماستر، عاوز احط بقى فيكس بتاع الماستر. في اللقطة دي اعمل بقى جيت ميرج. جيت ميرج هتعمل ايه؟ الطبيعي ان جيت ميرج هتكريت، نركز بقى في الحتة دي، هتكريت كوميت جديدة بتجمع فيها، بتدمج فيها التو كوميتس القدام وتشاور على الاثنين دول. بمعنى تعالوا نيجي هنا، طيب تعالوا احنا قلنا ايه؟ عندنا زي زيرو وسي واحد وسي اتنين. انا عندي هنا مصر، وانا كريت هنا برانش جديد وبتاع فيكس البوك. فلنفترض ان انا ايه حصل شغل تاني على الماستر، هنا بقى في سي 5. حلو الكلام. طيب دلوقتي بقى انا عاوز اعمل بقى ميرج ما بين الباج الفيكس بتاع الباج اللي انا عملته والماستر. فانا هعمل ايه؟ هعمل جيت ميرج. جيت ميرج هتعمل ايه بقى؟ هتعمل كوبية جديدة اسمها سي 6. السي 6 دي هتشاور على سي 5 وتشاور على سي 4 وتنقل معاها الماستر او الباج. وانا هحدد دلوقتي، هنشوف دلوقتي انهي اللي هيتحرك. اول حاجة عاوز اقولها، خدتوا بالكوا ان دي كوميتاي من ضمن الحاجات القليلة. الكوميتاي دي ليها سهمين طالعين منها، كل كوميتس في الدنيا ليها سهم واحد بس الا الميرج كوميت ليها اتنين. في الكوميتس في جيت اتنين سبيشال كيسز، في عدد البوينترز اللي بتاعت البيرنت كوميت. الميرج كوميت زي دي ليها اتنين، واول كوميت ليها زيرو، اول كوميت ملهاش بوينتر قبل كده مفيش، والميرج كوميت ليها اتنين بيرنت كوميتس. طيب لما انا اعمل بقى ميرج، لو انا الهيد بتاعي قبل ما اكتب الكوميت بتاع ميرج لو كان على الماستر، ساعتها اللي هينتقل معايا بعد ما اعمل جيت ميرج الماستر، ساعتها الماستر هيبقى هو بيشاور هنا، بس لسه نفس السهمين موجودين. لو كان الهيد بقى بيشاور هنا، ساعتها الباج هي اللي تنتقل وهي اللي تشاور على سي 6 والهيد ده هيشاور على باج، بس برضو لسه نفس التو بوينترز. لكن اختلاف ان الاني برانش اللي انا كنت واقف عليه هيؤدي لاختلاف مع ايه بقى؟ المعنى البرانش اللي انا كنت واقف عليه قبل ما اعمل كوميت اللي هو الماستر، لو انا كنت واقف على الماستر يعني، تعالوا نتخيل ان انا واقف على الماستر دلوقتي وهعمل جيت ميرج. حلو. سي 5 في اللحظه دي بعد ما اعمل جيت ميرج اسمها ايه؟ اسمها فيرست بيرنت، وسي 4 ساعتها تبقى اسمها سكند بيرنت. المصطلح ده مهم جدا، هيفرق معانا واحنا بنستخدم كومنتس، ودي مش من ضمن الحاجات المعلومات الشائعه يعني. العكس هيختلف، العكس هو ينطبق يعني. لو انا واقف هنا قبل ما اعمل جيت ميرج وقلنا الباج برانش هو اللي يتحرك وهو يشاور على سي 6، ساعتها هيبقى ده الفيرست وده السكند، يعني الكوميت اللي انا جاي منها هي الفيرست دايما في جيت ميرج، في الميرج استراتيجي يعني. حد مستعصي عليه فهم اي حاجه في اللقطه دي؟ باشمهندس لو عاوز اعمل ميرج ما بين هيد ومثلا باج، او هيد وباج، والهيد ده مثلا مشاور على سي 1
وال اسمه ده الماستر مشاور على سي 5 بتعمل ازاي؟ معلش انا بفتكر فهمت سؤالك. البوج بيشاور هنا يعني. عندي الهيد دلوقتي مشاور على سي 1. مين بيشاور على سي 1؟ الهيد الهيد مش الهيد هنا. دلوقتي عاوز اعمل ميرج بين سي 1 وباج، هتتعمل ازاي؟ دايما كنت بعمل كده كل جيت ميرج ماستر او باج، دلوقتي هيد ولا مشاور على ماستر ولا على باج، وعاوز اعمل بين الهيد والباج. طيب مبدئيا حاجة زي كده انت عمرك ما هتحتاجها. هي انت بتعمل ميرج بين حاجة. نعم بتحصل معايا يعني، مثلا لو انا دلوقتي رجعت لنسخة أقدم وكنت واقف على الماستر، مثلا رجعت لنسخة أقدم كده عاوز أعمل مثلا ميرج ما بين الحاجتين دول مثلا. لو انت رجعت النسخة اقدم الجيت ميرج اصلا مش هيلاقي حاجة يمرجها، بمعنى الميرج هنا مبدئيا انت لما تيجي تنتقل لكوميت قديمة عاوز تعمل ميرج، الصح انك لما تروح لتعمل برانش جديد فهيبقى هسميه مثلا اولد فيرجن مثلا، والهيد هيشاور على الاولد فيرجن دي. دي أول حاجة. تاني حاجة بقى جيت ميرج مع اولد فيرجن مثلا، انت عاوز تميرج مع الماستر صح؟ عاوز اميرج مع بق. عاوز تميرج مع باج؟ طيب تعالى نشوف منطقية السؤال ده. هل باج أصلا مش من ضمن الشغل اللي فيه سي واحد؟ من ضمنها يبقى مفيش حاجة يمرجها. ميرج هي ميك سنس لما تمرج بين تو كوميتس فيهم اختلافات، يعني سي 4 مش شايف الاختلافات بتاعت سي 5 وسي 6، وسي 5 وسي 6 مش شايفين الاختلافات بتاعت سي 3 وسي 4 ساعتها. اسف معلش سي 5 معلش سي 6 دي مرج كوميت، سي 5 وسي 4 مختلفين، سي 4 مش شايف التشنج بتاع سي 5 وسي 5 مش شايف التشنج بتاع سي 4، ساعتها المرج هي ميك سنس. انما تمرج حاجه مع حاجه كانت موجوده اصلا قبل كده هي موجودة ضمنيا مش مفيش حاجة اعملها. طيب وهنجربها مع بعض واحنا شغالين. الكيس ده لو انت احتجته يبقى في حاجة غلط، افترض الكيس دي ما تحصلش يعني. هو حته بتاعت اولد فيرجن يعني، انا اعمل مثلا اقف عند سي 1 واكتب الجيت برانش اولد فيرجن واقف عندها. بالظبط، هتبقى واقف عند سي 1 وهتعمل جيت برانش اسم البرانش بتاعك، ويبقى ساعتها يبقى كاري برانش هناك يعني. طب هو في طريقه لسي 1 اوصلها مثلا للماستر فيبقى فيها اختلاف اعملها مع بج؟ ممكن تعيد السؤال؟ دلوقتي سي 1 مثلا اخليها اللي هي تبقى يعني اعمل لها كوميت جديدة وتوصل تبقى بعد الماستر، ثانية واحدة كده. يعني سي 1 اضيف عليها حاجة معينة بعد كده اعمل لها كوميت، ساعتها طيب المفروض تضاف مثلا عند اس 6 مثلا، او لا تبقى اس اللي هو مثلا مكان بدل اس 6، ساعتها ينفع اعمل لها صح؟ بص انا هحاول اترجم سؤالك. انت كده عاوز مش تكريت فيرجن جديده، مش تكريت اولد فيرجن، انت عاوز تخلي الماستر هو اللي يشاور على سي 1 وبعد كده تكريت من هنا كوميت جديده يبقى سي 8 مثلا، ساعتها الماستر هيشاور على سي 8، ساعتها فعلا السي 4 هتبقى مختلفه عن سي 8، ساعتها انت ممكن تعمل ميرج فعلا. يا طب هو كده ماستر لما شاورت على الأخضر ساعتها البرانش الرئيسي ده هيشاور على مين؟ يبقى بتاع مين؟ اللي هو سي زيرو سي واحد سي برانش اتنين رئيسي اللي هو سي مفيش بقى الحته دي كده خلاص، اللي هو سي 5 وسي 6 كده راحوا في الهوا في الهوا يعني ضاع؟ ضاع. ساعتها هتبقى ريبوزيتوري هتبقى كده.
سي 5 ما بقتش موجود. في جيت الكوميت هتفضل موجوده بس متداريه محدش شايفها، بعد فتره الجاربج كوليكتور بتاع جيت هيمسحها. بس حصلت معايا قبل كده وشالت حاجات كتيرة وحصلت بلاوي. ما عشان كده الواحد لازم يبقى فاهم هو بيكتب ايه او يتخيل الريبوزيتوري وهو شغال عشان ما يخربش الدنيا. كلنا وقعنا في نفس الاخطاء دي. كنت انا في اول مره استخدمت فيها جيت كنت قريت الريبوزيتوري عامله زي ماكرونا سباجيتي او شعريه. طيب كده واضح الميرج يا شباب؟ حد عنده فيها سؤال ككونسبت او كشرح نظري؟ طيب تعالوا نجرب الكلام ده عملي بقى. تعالوا نقول ان احنا عاوزين نميرج فيتشر اكس مع مصر. الصح عموما او اللي هو الجود هابت ان انت تبقى واقف على الماستر وتعمل الميرج. انا واقف على الماستر خلاص، بعد كده هعمل جيت ميرج بقى، جيت ميرج فيتشر اكس هكري كوميت جديده دي السبجكت بتاعها، فانا مش عاوز احط فيه اي تعديلات، فانا اقول له خلاص تمام هو كده كري كوميت جديده. تعالوا كده نبص على منظر اللوجز. بص اللوج عامل ازاي. اللوج طلع فيه فرق، ده الفرق اللي هو بتاع فيتشر اكس، ودي الحته اللي كان موجود فيها ماستر، وبعد كده الكوميت دي اللي جمع التو كوميتس بتاعت الماستر وبتاعت فيتشر اكس. وزي ما انتم شايفين الكوميت الجديده اللي اتعملت الماستر هو اللي اتحرك معايا، وطبعا بما ان انا واقف على ماستر فالهيد بتشاور على ماستر. يعني الماستر كان قبل كده واقف عند 3 بي 7 اللي هي دي، كان واقف هنا. هل الجراف ده مفهوم بالنسبة لكم؟ هو طب يا باشمهندس لو دلوقتي الماستر دلوقتي وقف ورا مثلا انا والهيد هو اللي ماشي بيه، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ معلش تاني كده، ممكن تعيد السؤال تاني؟ يعني مثلا دلوقتي انا دلوقتي الهيد بتاعي خليته يشار على اللي هو مثلا افتر ديليفري ماشي، افتر فين؟ بعد كده ضفت عليه فضلت اعمل اد وكوميت اد وكوميت، فدلوقتي بقى هو الهيد هو اللي قدام والماستر هو اللي ورا. انا عاوز افصل بين حاجتين يا ياسين. اول حاجه الماستر برانش عادي زي اي برانش بالظبط، زي فيتشر اكس زي نيو برانش، ما فيش اي حاجه تخص، ما فيش اي حاجه، ملوش معنى مخصوص. تاني حاجه محدش يا ياسين اللي بيتحرك بالهيد ويقعد يكاري كوميتس في الحقيقه. لو حد بيعمل كده يبقى هيكاري برانش ويمشي عليه، محدش يعني ده بيكاري غلط ايه؟ غلط اصلا من الاساس. هو هيشتغل يعني شو اللي بتقول انت عليه ده ككومنت هتشتغل، بس مش صح، محدش بيعمل كده. والكومنت اللي انت هتعملها ممكن تروح منك. طب لو انا عاوز ارجع ورا اعدل حاجه بعد كده اروح قدام ينفع؟ ينفع، بس دي مش بترجع ورا. اللي بيحصل انت بتكري كوميت جديده فيها المسح اللي انت عاوز تعمله. يعني مثلا انا كنت عملت تعديل مثلا ايه، مثلا كنت عملت تعديل في الافتر ديليفري دي انا عاوز امسحه مش هرجع له، انا هكري كوميت جديده فيها المسح. ازاي فاهم حاجه؟ اعمل كريت كومنت جديده فيها مثلا الحاجه اللي هو يعني كان فيها افتر دليفري؟ تعالى اقول لك. بص انا عارف ان كان في حد تاني كان بيسال، وهو وعسيري عملوا كلاش مع بعض، فخلص مع عسيري وبعد كده هشوف مين اللي كان بيسال. تعالى يا عسيري نتخيل احنا عندنا ايه فايل تكست. تعالى نتخيل ان انت زودت هنا سطر جديد. This is a new line ماشي يا عسيري، وان كريت بقى كوميت خلاص updated file text. اهو ابديت فايل تو تكست اهو يا سيدي. حلو، فلنفترض بقى ان انا عاوز امسح التعديل بتاعي ماشي.
مش هروح للكوميت دي وامسحها، امسح التعديل وبعد كده اكمل. هكريت كوميت جديده فيها مسح التعديل، يعني هاجي في الفايل تكست وامسح التعديل بتاعي واعمل كوميت جديده. بس طبعا ساعات بيبقى فيه تشينجز صعب ان انت تمسحها مانوال، فبتعمل ايه بقى؟ بتعمل حاجه اسمها جيت ريفيرت، وتكتب اسم الكوميت اللي انت عاوزه، فيعكس كل التشينجز الموجوده ويكريت كوميت جديده بيها. على اساس ايه يعني؟ التغيرات اللي حصلت في الفايل ده ويشيلها في الباك كوميت ده كله، في الكوميت كلها. طب ايه لازم كده الكوميتس القديمه خالص كده ما دام انا مش عارف ارجع لها؟ انت تعرف ترجع لها، تبص عليها. انا هعرف ارجع لها بس ما يحبس. بس ايه؟ ما يحبس؟ لا ما يحبسش، تمشي تعمل اللي انت قلت عليه اللي هو ايه، بتروح لحاجه ورا و بص، احنا بنحتاج نرجع لورا فعلا، ده بيحصل في الحقيقه، بس مش بيحصل ان حد بيرجع ورا ويكاري كوميتس بدون ما يكاري برانش. يعني انت عاوز ترجع ورا، عاوز تخلي الماستر يجي عند افتر ديليفري وتشيل كل التشينجز اللي بعدها وتكمل وتكمل، ده ينفع هكاري برانش وتكمل على كده، او تخلي الماستر يروح وتكمل على كده، او ده ممكن. اعمل شيء جديد. تمام. بس انا تعليقي لما قلت كده غلط، ان انت تروح من غير ما تعمل برانش او ما تروحش ببرانش، بالهيد بتاعك بس كده. اروح من غير برانش علشان هكمل على النسخه القديمه، يبقى المفروض اروح ببرانش جديد. لا بص، انا هعمل جيت تشيك اوت دلوقتي لده. بص بيقول ايه، بص انا دلوقتي رحت للكوميت دي، بس بيقول ايه، you are in a detached head state, you look around, make experimental changes and commit them, and you can discard any commits you make in this state without impacting any branch by performing another checkout. If you want to create a new branch to retain commits you create, شفت بقى، من غيرها الشغل بتاعك هيروح، لازم تكري برانش. فعشان كده بيقول لك جيت تشيك اوت داش بي البرانش بتاعك. بص بقى كده الجيت لوج بقى هيتعمل ازاي، شايف هيد من غير ما تشاور على اي كوميت، من غير ما تشاور على اي برانش، انت في الهوا. طب ماشي، دلوقتي عاوز اكمل عليه، هتكري بقى برانش جديد، هتعمل جيت تشيك اوت داش بي old work مثلا. بص بقى اهو، ممكن بقى نقول هنا بقى كاري كوميتس بقى، vim file text كزبرة مثلا. بص old work مشي من بعد after delivery، انا كنت واقف فين، انا كنت واقف على كومنت وحش، فهو مشي بعد كومنت وحش ولسه برانشز تاني موجودة. واقدر ساعتها اروح للماستر عادي او اعمل ميرج بين الماستر والولد ورك، صح؟ كده ممكن بقى تعمل ميرج. تمام، شكرا يا باشمهندس. اهو ده منظر الريبوزيتوري بعد ما تعمل جيت ميرج كوميت، بتشاور على التو بيرنت كوميتس ريزولفينج كونفليكتس. تعالوا بقى نعمل كونفليكتس، وده بيحصل في الحقيقه. انا افترض ان انتوا كلكم منزلين ميلد زي ما احنا كنا قايلين قبل كده، عشان دي هنستخدمها في الميرج. تعالوا نعمل مشاكل، المشاكل دي بتبقى موجوده في الحقيقه. طبعا في مشكله موجوده دلوقتي انا عدلت في الفايل اللي هو فايل التكست، وعدلت فيه برضو في الماستر، عدلت فيه مره في الاولد وورك ومره في الماستر، والاثنين عدلت في نفس اللاين بس كل واحده في برانش مختلف. تعالوا بقى كده نعمل جيت ميرج. الاول احنا قايلين جود بيهيفير ان احنا نروح على الماستر قبل ما نعمل جيت ميرج، بعد كده نعمل جيت ميرج للبرانش اللي عايز اعمله ميرج. بصوا اللي هيحصل بقى، يقول لي ايه، في كونفليكت
في فايل تكست مش عارف يعمل ميرج. لو عملت في ستيتس هيقول ان انا واقف على الماستر، بس انا في عندي حاجات اي هاف ان ميرج باث، يعني عندي حاجات لسه مش معمولها ميرج، اللي هي ايه؟ اللي هي فايل تكست. طب انا عاوز احلها، هعمل جيت ميرج تول. هيفتح لي جيت، هيفتح لي ميلد ويطلع لي التشينجز اللي في بين الفايلين اهو. ده فايل دوت تكست وده الماستر وده البرانش تاني هو اولد ورك. فهو بيقول ان انا في اللاين ده اللي هو تحت تيست من الماستر كان موجود نيو لاين، ومن الفايل التاني كان موجود كزبره. ده بيمثل ايه في الحقيقه بقى؟ في الحقيقه يا شباب بيحصل ان انت عندك فايل فيه كلاسز او فيه ميثودز وكده، فالفايل ده انت عدلت فيه وواحد زميلك تاني عدل فيه، تيجي تعمله ميرج يقول لك انت عندك هنا ميثود وعندك هنا ميثود، لو انتوا الاثنين معدلين في نفس الميثود. فالفيكس بتاعها يا اما انتوا تاخدوا الشغل بتاع الاثنين فتيجي تعمل كده وتقول انا عاوز برضو الشغل ده، فانت حطيت الاثنين، فده الفيكس بتاع ميرج او فيكس بتاع كونفليكت او الريزولف بتاع الكونفليكت. يا اما تقول لا انا عاوز الشغل بتاع زميلي فعلا لان هو ده الشغل الصح وانا الشغل بتاعي مش صح، فانا خلاص همسح الشغل بتاعي اي حاجه. فنختار ان انا هاخد الاثنين، فانا بعد كده هقول له ايه في الباك الكلام ده، يقول لي سيف، اقول له سيف يعني، اقول له جيت ستيتس، بقى لون بمارك الفايل ان هو الكونفليكت بتاعته ريزولفد، ان انا اعمل له اد. هو اوتوماتيك بيعمل اد لما بقفل البيلد، فهو كده خلاص مش محتاج اقول له ان هو ريزولفد. هو ان هي طلع لي مسج دلوقتي بيقول لي all conflicts fixed but you're still merging، اعمل بقى جيت كوميت. قبل كده كان بيقول you have unmerged paths. طيب انا باجي كوميت اقول الميرج بتاع البرانش ده، فانا اقول له تمام سيف، اقول له بقى وريني جيت لوج بقى اتعمل ازاي. اهو الاولد ورك والبرانش الكوميت كان عليها ماستر، اهو الماستر اتحرك وبقى هو في كوميت بتشاور على التو بيرنت كوميتس بتاعت اولد ورك والكوميت اللي كان جاي منها الماستر. الهدف من الميرج الاخيره دي ان انا اوريكم منظر الميرج مع الكونفليكت بيعمل ازاي، وده اللي بيحصل في الحقيقه يعني. باشمهندس هو حضرتك عرفت منين الماستر هو اللي على الشمال والاوت ورك هو اللي على اليمين خالص؟ هي فعلا ما كانتش باينه في ميلد، هي انا عرفت عشان انا عارف ده بيحصل، بيبقى مفيش حاجه بتنديكيت في الميلد فعلا. انت بتعرف منين بقى في الحقيقه؟ بتعرف لما تيجي تبص على فايلين، لو انت في فايل فيهم انت كنت شغال فيه فهتعرف التشنجز بتاعتك وتعرف ان التشنجز الثانيه دي بتاع زميلتك اللي كانت شغاله معاه في البروجكت. طيب انا هبص هو بيعمل سولف للميرج، يعني هو دلوقتي عمل جيت ميرج تول، لو عارف منين اللي انا اصلا هعمل ميرج يعني كونفليكت، يعني عارف منين الكونفليكت ده هو اللي عاوز اصلحه، ولو عشان عملت جيت ميرج من الاول فهو عارف لما اعمل جيت ميرج تول عارف ان ده الكونفليكت. انا مش فاهم سؤالك، ممكن تعيد تاني؟ يعني دلوقتي انا دلوقتي دوست عملت جيت ميرج تول ففتح لي ميلد للحاجه اللي انا عاوز اعمل لها ميرج، طب انا هو عارف منين اصلا انا عاوز اعمل ميرج بين الاثنين دول؟ بص هو انا جيت ميرج تول دي مش هتشتغل غير لما تكون في وسط ميرج ويحصل كونفليكت، ولازم يحصل كونفليكت يعني ما لازم ما تمام. فهو بيفتح لك كل فايل فيه كونفليكت ويطلع لك الكونفليكت بالمنظر اللي احنا شفناه. بعد كده بيسيفها، بعد كده بعملها جيت كومنت عشان تسيف الحاجه بتاعتها بالظبط. طيب انا هعدي كده على ال طيب مفيش حاجه تانية، مفيش حاجه فوتها. انا الساعه دلوقتي 8 وثلث، هديكوا ربع ساعه تجربوا الكلام ده، تجربوا كريتو يعني كريتو برانشز، عدلوا في نفس الفايل نفس عدلوا الفايل واحد في اكتر من برانش في نفس الحته عشان يحصل كونفليكت، اعملوا جيت ميرج وحلوا الكونفليكت، واتفرجوا على الجيت لوج بيتعمل ازاي بعد ما عملتوا ميرج.
واعمله جيت ميرج من غير ما يحصل كونفليكت برضه عشان تشوفوا الدنيا وهي ماشيه بسيطه بتبقى عامله ازاي. معاك ربع ساعه. طيب انا في قبل ما اسيب الميرج في حاجه عاوز اقولها وهي تندرج تحت سياق الكلام بتاع الحاجات اللي كانت في سوا واحد بس اختلاف البرانشز برضه زي ما كان عسيلي كان عامل لخبطه. بصوا كده تعالوا ده انا دلوقتي واقف على مصر خلينا كده البرانش دي من هناك هسميه اف اف وهعدل في الفايل بتاع فايل التكست هقعد فيه اللاين ده اللي هو complete different information وهعمل get status هيقول انها على branch ff فعلا هعمل get commit edit add a new line in file.txt. بصينا على get log هنلاقي ان عمل branch جديد انا واقف عليه دلوقتي اللي هو ff وعدلت في الفايل بتاعت file.txt وهو على نفس السوا بتاع الماستر واخد بالك يا عسيري. بص بقى هو ايه داش اي ام دي ايه داش اي دي ايه ده انا مفترض اسالك السؤال ده ما شرحتها قبل كده. لا انا عارف بتاعت ام الام دي بحط المسج بتاعي. طب بص داش ايه بقى لا مش عارف. طيب داش اي دي المفترض ان بعد ما اعدل الفايل اعمل جيت اد فبتعملها على طول مع بعض كله تمام بالظبط. طيب دلوقتي انا قلت ان ايه الميرج كوميت بيكاري كوميت جديده ويخلي التو بيرنتس التو كوميتس اللي جايه منهم في كيس سبيشال كيس مش بيعمل فيها كده لما تبقى البرانش في سوا واحد. يعني ايه في سوا واحد؟ يعني ما حصلش دايفرجن الماستر مشيش في اتجاه والبرانش اللي انت عاوز تعمله ميرج مع الماستر مشي في اتجاه الاثنين في سوا واحد زي ما الحظر قالها عسيري. ساعتها لما اعمل ميرج بيعمل ايه؟ بيحرك بس الماستر للبرانش ده. بص خلينا نشرح الاول نظري. دلوقتي احنا عندنا سي 0 او سي نوت او سي 1 و سي 2 الماستر واقف هنا عملت برانش جديد اسمه feature x زي ما انتم شايفين ما حصلش دايفرجن بين الماستر وما بين الفيتشر اكس. دايفرجن يعني ايه؟ يعني ما حصلش هنا كوميت جديده والماستر بقى هنا كده حصل دايفرجن بقى في اتجاهين ده ما حصلش. ساعتها بقى الجيت ميرج بتعمل ايه بقى؟ جيت ميرج هتقوم واخده الماستر حطها هنا بس كده مفيش كوميت جديده كريتد مفيش اي حاجه مجرد بس حرك البوينتر اسمها ساعتها فاست فورورد. حلو يبقى فاست فورورد دي بتحصل لما ما يحصلش فيه دايفرجن ما بين التو برانشز وانت بتعمل ميرج. تعال بقى نشوف الكلام ده عمل اهو الماستر اهو وانا كريت كوميت بعدها انا عاوز اعمل بقى ايه ميرج فانا هروح للماستر واعمل جيت ميرج اف اف. بصوا كتب ايه فاست فورورد يعني هو بس حرك البوينتر بتاع الماستر. طب احنا بصينا على اللوج شفتوا ما كريتش كوميت جديده مجرد بس حرك الماستر دلوقتي رغم ان هو كان مفترض ميرج راح للكوميت اللي كان اسمها اد نيو لاين في الفايل تكست. وقت الحته دي حد عنده فيها اي سؤال؟ طيب انا هعدي سريعا بقى على ريبيز بس هشرحها بسرعه لان انا ما اقترحش ان احنا نستخدمه في الوقت الحالي. انا قلت في طريقتين ان الواحد يجمع بيهم بين التو كوميتس دول اللي هو سي 4 وسي 5 الميرج والريبيز. الريبيز بقى بيشتغل ازاي؟ تعالوا كده نبص على الريبيز بيشتغل ازاي. مبدئيا ده الكتاب اللي اصلا انا كنت ذاكرت منه جد زمان من 4 سنين ولا حاجه او 5 سنين
كده من احلى الكتب ده كده فور فري، مش مسروق ولا حاجه، فممكن تنزله وانت مستريح الضمير. ممكن لينك الكتاب يا باشمهندس؟ ممكن ابعته، ممكن ابعته لك. انت لو عملت سيرش على برو جيت، عملت سيرش على برو جيت هيطلع لك. خلاص تمام، ممكن اكتبه في الشات. طيب احنا قلنا ايه؟ قلنا لو عملت ميرج بياخد التو كوميتس وبيكري كوميت جديده وبيشاور على التو كوميتس القديم. طيب الريبيز بقى، بص يعني عندنا التو كوميتس دول الفيتشر بتاعتك او الاكسبيرينت او اي حاجه والماستر بتاعك، وقلنا الميرج هيكري كوميت جديد. الريبيز بقى مش بيعمل كده، بص الريبيز بيعمل ايه؟ بيشيل الكوميت ويحطها فوق الجديد، بيعمل حاجة اسمها بيري ابلاي الكوميتس. ايه ميزة ده وايه ميزة الميرج؟ ميزة الريبيز انه بيخلي الهيستوري في الاخر، بيخلي الهيستوري في الاخر لينير، كأن ما كانش فيه اي برانشز في الحياة. عمرك ما تعمل جيت لوج ويطلع لك القصه دي، هتلاقي كلها سطور كده ورا بعض. عيبها بقى ده ميزه الريبيز، ميزه الريبيز. عيب الريبيز، عيبه هو ميزته، يعني انت مش هتبقى عارف الكوميت اللي انت وصلت لها دي جاي من انهي برانش. ما هو في الاخر انت مش شايف برانشز، انت شايف كله في الاخر كله ورا بعضه. انما الميرج بيسمح لك انك تشوف كل كوميتيه كان اساسها ايه، فدي ميزه. وعلى فكره دي مشاكل، دي بتحصل خناقات جامده بيها بسببها في الشغل. الشركه اللي انا فيها كانت اصلا شغاله ميرج، فتلاقي الهيستوري بتاعها كان كده، وبعد كده حصلت مشاكل فقرروا ان هم يمشوا ريبيز، بقى الهيستوري كله لينير. والموضوع ده مزعج لان انت مش عاوز في الاخر تشوف كل الكوميتس ورا بعض قوي كده. ساعات انت بتعاوز تشوف بس، يعني انت ممكن بس تشوف، لو انت بص لو انت شلت اولد كده ونشيل الجاف، ساعات انت تشوف الحاجات اللي انت عايز، ساعات انت عايز تشوف الحاجات ورا بعض بدون ما تخش في تفاصيل البرانشز، ولو حبيت تشوف التفاصيل تعرف تخش على الهيستوري. انما ريبيز مش بيسمح لك القصه دي، مش بيسمح لك بالقصه دي. فانا مش هشرح ريبيز في الوقت الحالي، لان جزء من التقييم بتاع البروجكت بتاع النيورال مع باشمهندس رشاد هيبقى معتمد على البرانشنج. وانتوا لو استخدمتوا ريبيز فيما يبدو في الاخر ان انتوا ما عملتوش اي برانش، كله على برانش واحد. فاحنا هنتجه لريبيز في الوقت الحالي. بلس ان ريبيز بصراحه اكثر تعقيدا لما تيجي تشتغل في الحقيقه بقى. الكونفليكس بتحتاج تاخد، يعني مثلا لو انت في الاخر عندك منظر زي ده، منظر زي ده ريبيز بتاعه طويل. لو انت عاوز تريبيز سي بالميرج هتبقى جيت ميرج كلاينت بالريبيز كوميند طويل، وعشان تفهمه قصه طويله. فنتجاهل ريبيز. طيب انا خلصت الجزء بتاع ميرج وريبيز. حد عنده اي سؤال قبل ما ننتقل لجزء جديد؟ هو انا عندي يعني سؤال كده براهم شويه بس تبع. طيب ننتقل لاخر حاجه هشرحها. لو السكويش، لو ساعات يعملوا السكويش للبرانشز او كده، امتى بيعملوها او كده، ليه بيعملوها اصلا السكواش؟ السكواش دي بتاع بنعملها عشان اللي فاضي دلوقتي. تعالى نتخيل ان انت شغال في فيتشر حلو، فانت في الفيتشر برانش بتاعك عملت 3 كوميتس، بس 3 كوميتس ما لهمش معنى او انت عاوز كوميت في حاجه واحده فيهم. بمعنى انت عملت الكوميت الاولانيه فيها التشنجز اللي انت بتاعت الفيتشر حلو، بعد كده قعدت تعمل تيست وبتاع، لقيت ان انت كنت نسيت مثلا تحط سطر، او انت كنت حاطط برينت في مكان المفترض ما تحطش فيه، فرحت مكاري كوميت جديده مسحت فيه السطر ده او زودت فيه الفيكس اللي انت كان المفترض تعمله. اه ليه فيكس صغيره بعد كده اكتشفت نسيت تاد لايبرري. ايه
بقول لحضرتك بتقول ايه؟ اللي هي اللي انا بعمل فيكسز صغيره ملهاش لازمه بس بتاخد خدت كذا كوميت. بالظبط. طبعا فسكواش بقى بتجمع كذا كوميت دول في كوميت تانية واحدة، لأن في الآخر هم الصغيرين دي ما همش معنى قوي، احنا عاوزين في الآخر يعني الكلام ده لوجيكلي يبقى في كوميت واحدة أصلا يعني المفترض. ايوه شكرا حاجة. طيب حلو أوي. طيب أنا أشرح آخر حاجة في جيت، ودي هتبقى آخر بقى لو أنا شرحتها بعد ما أشرحها هتبقى آخر حاجة، مش هيبقى فيه سيشنز تانية. هنكتفي بهذا القدر. أنا كان نفسي أشرح أكتر من كده ولكن لم يعد في الوقت بقية، وهي الجيت ريموت أو إزاي نتعامل مع جيت وهي ريموت. مبدئيا أنا عاوز أعيد ملحوظة كنت قلتها قبل كده. لحد دلوقتي كل الكوماندز اللي إحنا استخدمناها محتاجناش فيها الإنترنت، كريشن بتاع برانشز، سويتش لبرانش جديد أو برانش، تبص على اللوج، تحرك في الهيستوري، تعمل كوميت، تشيك أوت، تعمل أي حاجة، كل أنت مش محتاج إنترنت كونكشن، كل ده لوكال عندك على الريبوزيتوري على الجهاز بتاعك. الملحوظة دي مهمة جدا، مفيش أي كوماند في جيت بيكلم فيها النتورك خالص غير حاجات بسيطة، وإحنا مبنستخدمش أي حاجة من الحاجات البسيطة. حاجات بسيطة زي جيت كلون، جيت بوش، بول، فيتش، حاجة صغيرة أوي. نبدأ بقى في القصة دي دلوقتي. طيب أنا هحتاج حد منكم يتطوع معايا واحنا نشرح الحته دي. احنا الاول دلوقتي احنا هنشتغل في بروجكت، هو في كولابوريشن، يعني انا مش شغال لوحدي، فانا هشتغل مثلا، انا خليني اشتغل مع عسيري، فانا هشتغل مع عسيري في بروجكت، فاكيد مش عاوز الريبوزيتوري تبقى عندي انا بس، هيبقى افترض الريبوزيتوري عندي وعنده، فنتفق ان احنا نحط الريبوزيتوري بتاعتنا على جيت هاب، واحنا اتنين بقى نبوش ونبول على جيت هاب. جيت هاب انا عاوز بس نفصل ما بين جيت هاب وجيت. احنا زي ما انتم شفتوا كل شغل انا اشتغلته كان شغال فيه على جيت على الجهاز، ما حكيتش فيه جيت هاب في حاجه. جيت هاب هو عباره عن مكان بيوفر فيه جيت فنقدر استخدمه انا وغيري، لان هو لو عندنا بس على الجهاز هيبقى صعب عسيري ياكسسه. حلو. جيت هاب لا تساوي جيت، بس جيت هاب بيهوست جيت، بيهوست يعني حاطه عنده عشان نعرف نستخدمه. اتفقنا. فدلوقتي انا وعسيري شغالين في بروجكت، فهكريت ان انا اخش على جيت هاب ولوجن، وهكريت الريبوزيتوري بتاعتي. الاكونت ده انا عامله اصلا للشرح يعني، فانا يعني اعذروني على المسميات ممكن ما تكونش احسن حاجه. فممكن اسال الريبوزيتوري نيم اخليها جيت سيشن، واقول في الديسكريبشن بتاعها this is a test repository for Git sessions. ممكن اخليها public او private. كان زمان قبل ما مايكروسوفت تشتري جيت هاب، مش عارف انتوا عارفين ولا لا، جيت هاب كانت اصلا قيمة ذاتها، وبعد كده مايكروسوفت اشترتها. بعد ما مايكروسوفت اشترتها خلت ان احنا ممكن نختار private repository، وده كان بفلوس قبل كده، ودي حاجة غريبة من مايكروسوفت يعني ما كانتش متوقعة. هو اوتوماتيكلي ممكن يقعد جيت اجنور فايل، فانا ممكن اقول له ايه الحاجات اللي انا اشتغل فيها وهو يأدي الاجنور بتاعها. مثلا مش محتاج جيت اجنور دلوقتي، انا مش مهتم بيها. ممكن اضيف ريدمي فايل، ساعتها هنحتاج نتعلم حاجه اسمها مارك داون لانجويج، حاجه لطيفه ان احنا نتعلمها بس برضو مش هنتجاوز عنها في الوقت الحالي، كان نفسي اشرحها بس لم يعد في الوقت بقيه كما ذكرنا. وان كريت ريبوزيتوري، دلوقتي انا كريت ريبوزيتوري اهي، ممكن اعمل انا ايه، ممكن اعمل جيت كلون. طيب تعالوا هنا بقى، هعمل جيت كلون كده. هعمل جيت كلون لده، اشتكى بيقول لي مفيش public key. ايه بقى public key ده؟ المفترض الطبيعي وانا بستخدم جيت ريموتلي يبقى فيه some sort of authentication عشان احافظ على السكيورتي. هو بيستخدم حاجه اسمها public و private keys. انت للبابليك كي بتاعي، بس انا هعمل له سيت دلوقتي. هعمل له سيت ازاي؟ اول حاجه انا بجنريت كي. قبل ما جنريت كي تعالى نتاكد ان الكي موجود ولا لا. فانا هبص الكي بيبقى موجود عاده في الهوم دايركتوري بتاعتك في الاس دوت دوت اس اتش، هتلاقي هنا الكي بتاعك اسمه اي دي ار اس اي بب دي اللي هي بابليك، يعني ده البابليك كي اللي هنا اللي هو عاوزه.
تعالوا نتخيل انا ما لقيتش هنا البابليك كي ولا برايفت كي. ده برايفت كي، برايفت كي ده مفترض ما حدش ياخده خالص، ده تمثل البطاقه بتاعتك، ده تمثل صوره البطاقه اللي انت ممكن يعني حد ياخدها عشان يعمل بيها مصلحه او حاجه. فدي ممكن نفكر فيها انها صوره البطاقه، ودي ممكن نفكر فيها انها البطاقه. ما ينفعش حد يكون معاه الاصل بتاعك، ممكن ياخد الصوره منها. وان كان ده التشبيه فنيا او تكنيكال سبيكينج يعني مش صح قوي، بس ممكن نفكر فيه كده في الوقت الحالي. طيب تعالى نتخيل انا ما عنديش البابليك ولا البرايفت كي، فهعمل ايه؟ فهكتب اس اتش، مش فاكر تقريبا كي جينيريشن او جينيريت، كي جينيريشن. حلو. بعد كده بتحدد انت عاوز التايب بتاع الجينيريشن ايه، هنشتغل ار اس اي، والكي سايز اقل حاجه هنشتغلها 2048. انا بصراحه مش فاكر الاوبشنز كانت عامله ازاي، فانا هدوس هيلب. فهو هنا بناء على الهيلب بيقول لي بكتب دي، وبعد كده داش بي عدد البيتس، وبعد كده بقول له انا عاوز اشتغل ار اس اي. طيب فانا هقول له كي جينيريشن، بعد كده عدد البيتس 2048. يستحسن كمان يشتغل 4096 كمان يعني، يبقى افضل. وبعد كده اقول له انا هشتغل ار اس اي. انا مش عاوزه يحط في نفس الفايل في نفس المكان اللي انا كنت شغال فيه يعني، فانا هقول له حط لي في حته ثانيه. حط لي في حته ثانيه دي اللي هي اوبن كي فايل، فانا ممكن اقول له حطه لي هنا مثلا. تمين أرجمنتس طيب حلو. انا كنت نسيت احط داش تي، حاول ادخل باسورد، انا اللي هي باسورد الفايل، عايز ادخل باسورد الفايل. طلع لي الاوتبوت ده، هبص هنا هلاقي ان هو طلع لي اوتبوت واوتبوت دوت باب. ده المفترض يعني انت طبيعي ما تكتبش داش، اكتب بس كوماند لحد ار اس اي، ساعتها هتلاقيه بقى في الحته اللي احنا كنا قلنا هنشوفها فيها اللي هي هوم دوت اس اتش. هتاخد بقى الفايل ده، انا هكتب ريل باث اي دي ار اس اي باب عشان يطلع لي الباث بتاع الفايل. اخده واجي في السيتنجز، هاجي في السيتنجز، نيجي عند account security. ده مش account security، SSH اهي and GPG keys. فانا هاد ال SSH key بتاعي، انا هقول دي home laptop. انا اسف معلش، هنا افترض احط key، احط key معلش انا مش هاخد الباث. انا هعمل cat للفايل ده واخد ده زي ما هو، كده اللي هو بيطلع لي الاوتبوت بتاع الفايل يعني في الكوماند لاين في هنا على طول يعني غير ما افتحه. هاخد ده كده كوبي واجي هنا اعمل بيست وادوس اد اس اتش كي. حلو. انا هاجي هنا بقى واعمل جيت كلون اللي احنا كنا شفناه من شويه. زي ما انتوا شفتوا الكلون اشتغل، خلاص الكلون اللي انا عملته هنا كده. هنلاقي جيت سيشن اهي، ممكن نخش فيها واعمل جيت ستيتس بقى براحتي. عملت جيت ستيتس. حلو. قبل كده جيت كلون ما اشتغلتش لو انتوا فاكرين، فين جيت كلون اهو، عشان ما فيش بابليك كي، بيرميشن دينايد بابليك كي. طيب احنا كده عملنا ريبوزيتوري وظبطنا الكي بتاعنا على جيت هاب. حلو. طب باشمهندس اتفضل، هو انا لو بعمل كلون عندي وبتشتغل عادي يبقى انا كده عندي اصلا بابليك كي وشغال عادي يعني على ويندوز؟
ممكن اه يعني بصراحه مش يعني ممكن تخش على الاس اتش كيز بتاعتك وتبص عليها. انا بصراحه وعلى الويندوز مجرد استغل. وعلى الويندوز انت بتبقى عامل اصلا لوجن على لجيت هاب على ال تمام. فانت كده كده بيبقى شيرد البابليك كي بتاعك مع الاكونت على الجيت هاب. لما تيجي اي حاجه برايفت او كده بتبقى بالنسبه لك عادي. لكن دوت هو انتوا شغالين على جيت هاب ابلكيشن مش شغالين كوماند لاين؟ يعني هو ما حتى ما تيجي يعني انا عندي ما جيت ابوش مثلا من اول مره يظهر لي ويندو كده الجيت هاب بيقول لي دخل الميل والباسورد وبدخلهم بس بقى كده كونكتد للايميل بتاعي على طول دايركت خلاص ماشي. دي طريقه دي يعني دي طريقه عشان ما يحتاجش بعد ده يعني. طيب دلوقتي نرجع بقى ل اللي هيك اسمه هيك سيشن. هاجي هنا واقول انا عاوز اضيف الاخ ياسيلي. ممكن ياسيلي تبعت لي الايميل بتاعك انا هضيفك ككولابريتور في الريبوزيتوري دي. طيب خلاص ماشي. هو ازاي هضيفها اصلا فيه وهو اصلا برايفت؟ المفروض يبقى بابليك. لا بص البابليك ده معناها ان اي حد في الدنيا ممكن يخش على الريبوزيتوري دي. البرايفت اشخاص محدده ممكن يحددها بالظبط. طب ممكن يعني تاكسبت انفيتيشن على ما عايزيلي ياكسبت انفيتيشن. انا في حاجه عايز اشرحها كشرح نظري الاول. تعالوا هنا ركز في الحته دي عشان ممكن تلخبط شويه. دلوقتي ده جيت هاب حلو ودي المكنه بتاعتي ودي المكنه بتاعت عسيلي. معلش يا سيدي انا كتبت اسمك غلط. لا عادي يا شباب. بصوا بقى يا شباب انا دلوقتي عملت جيت كلون للريبوزيتوري اللي هنا عملت لها جيت كلون هنا. فبقى عندي ريبوزيتوري بالظبط نسخه منها. طيب الريبوزيتوري دي بالنسبه لي اسمها ايه؟ اللي هي العجب. بالنسبه لي اسمها ايه؟ اسمها اوريجين. لما تضيف ريموت ريبوزيتوري الديفولت نيم بتاعها اوريجين حاجه بالظبط كده زي الديفولت نيم في البرانشز اسمها اللي هي ماستر. فالديفولت نيم للريموت ريبوزيتوري اسمها اوريجين. فالديفولت ريبوزيتوري بتاعت الجيت هاب اللي انا عملتها دي اسمها اوريجين. حلو. اوريجين او ريبوزيتوري الريموت ريبوزيتوري هي في ذاتها يا جماعه عندها البرانشز بتاعتها عندها الماستر بتاعها وانا عندي الماستر بتاعي. لما اعمل بقى جيت كلون بيبقى عندي تو برانشز واحد اسمه ماستر وواحد اسمه اوريجين ماستر. تعالوا بقى ايه نبص على اللخبطه بقى اللي بتحصل. تعالوا ده الجهاز بتاعي تاني وده عسيلي. تعالوا نتخيل ان احنا عندنا هنا الكوميتي دي الماستر هنا شكل البرانش بقى بيبقى عامل ازاي عندي. بص بقى على شكل الريبوزيتوري اقصد يعني على سيتو بيبقى فيه بقى تو برانشز واحد اسمه ماستر وواحد اسمه اوريجين ماستر. ولو انا واقف على الماستر فهنلاقي بقى ايه ان في لسه هنا بقى كمان هيد بيشير على الماستر.
ايه اللي بيحصل بقى؟ origin master ده origin slash master ده branch بيقول لك هو الماستر اللي على ريموت واقف فين، لان الماستر اللي على ريموت مش لازم يكون نفس الماستر بتاعك. بص بقى تعال بقى نبص على الكلام ده، يعني سيري برضو عنده نفس الريبوزيتوري اهي، ماستر وأوريجين ماستر والهيد. طيب تعالوا نتخيل انا عملت كوميت جديدة في عملت كوميت جديدة عندي، فريك هكري هنا كوميت جديدة، الماستر هيتحرك معايا، وطبعا الهيد بيتحرك معايا لان الهيد ده بيتحدد انا فين اصلا. بس لسه الاوريجين ماستر بيساوي فين على سي 2؟ ليه بقى؟ لان الماستر اللي على الاوريجين ما اتغيرش، بس الماستر عندي اللي اتغير. هعمل هنا بقى جيت بوش، هعمل جيت بوش. هتعمل ايه بقى جيت بوش دي؟ هتيجي تقوم بعتها للسيرفر تقول له يا عم زود كوميت جديده وحرك الماستر بتاعك. ايوه تمام، فيقوم ده كمان بقى متحرك بتاعه متحرك معايا. خدتوا بالكم من ترتيب الاحداث؟ هناك خدت بالكم من ترتيب الاحداث؟ فانا عملت جيت بوش، الكوميت اللي انا عملتها ام هو جيت ريبوزيتوري بتاعي، ام مكلم جيت ريبوزيتوري بيقول له زود الكوميت بتاعك وحرك الماستر، فام هو كانت الكوميت جديده حرك الماستر عنده، وبعد كده جه عندي ام حرك اوريجين ماستر. اخدتوا بالكم ان كان في لحظه من اللحظات اوريجين ماستر ما كانش هو بيشاور على نفس بيشاور على نفس الكوميت بتاعت الماستر؟ لما قبل ما اعمل جيت بوش كان ساعتها اوريجين ماستر كان لسه بيشاور على سي 2، وانا كان الماستر بتاعي بيشاور على سي 3. اوريجين ماستر كده اتحرك امتى؟ لما عملت جيت بوش. ماشي. طيب انا لما عملت جيت بوش الماستر اللي على الريموت برانش سيف ريموت ريبوزيتوري اتحرك، عسيلي لحد دلوقتي مش حاسس باي حاجه. عسير لحد دلوقتي مش حاسس باي حاجه. هيبدا يحس امتى؟ هيبدا يحس لما يعمل جيت بول او جيت فيتش، في اختلاف بينهم هنتكلم في تفصيلاتها بعدين. لما يعمل جيت بول او جيت فيتش ايه اللي هيحصل؟ هيقول له في كونفليكت او ان هو مش ابديت. اما يجي يبوش عموما هيقول له ان هو مش ابديتد، لازم يبول الاول بعد كده يبوش. ساعات بيحصل كده، بس في الستيت اللي انا رسمها دي مش هيحصل. ليه بقى؟ لان عسيلي عنده اخر ابديت قبل ما يحصل التشينج بتاع سي 3 ده، يعني عسيلي ما عندوش جديد، ما كاريتش هنا كوميت جديده، يعني ما كاريتش هنا سي 4. صح الكلام ده. هو الشاشه للاسف ريفريش، انا بتكلم والشرح هيبقى يدوي مش نسخ بيه دلوقتي. طيب كنا نقول ايه؟ عسيلي ما عملش اي كوميت جديده هنا عشان لما يعمل بول او بوش يقول له انت عندك مشكله او كونفليكت، يقول له اعمل بوش الاول او كده او بول الاول الكلام ده. فعسيلي هيعمل ايه بقى؟ هيعمل جيت بول او جيت فيتش. فالريبوزيتوري بتاعت عسيلي هتروح تكلم الريموت ريبوزيتوري اللي هي جيت هاب، تقول له انت عندك جديد يا عم؟ يقول له انا عندي سي 3. تاخدها؟ قال له اه طبعا هات. فيقوم ايه؟ واخد بقى سي 3 عنده، فيكاري كوميت جديده اسمها سي 3، ويحرك اوريجين ماستر. حرك ايه؟ اوريجين ماستر. استنى هنا في الوصع. اوريجين ماستر. لو انت عملت فيتش بس ما عملتش بول، ماستر هيفضل زي ما هو. خدت بالك؟ لو انت فيتش بس ما عملتش بول،
الماستر هيفضل زي ما هو اللي هيتحرك بس اوريجين ماستر. لما تعمل بقى بول او ميرج هيقوم محرك معاك بقى ماستر بتاعك يخليه يشاور على البرانش على الكوميت الجديد. نخلص يعني نستخلص ايه من الشرح ده كله؟ نستخلص شويه حاجات. اول حاجه مفيش ريبوزيتوري، اول حاجه مفيش اللوكال ريبوزيتوري بتاعتك، مش هتحس باي تشينج غير لما تعمل اللوكال ريبوزيتوري بونت sync until push pull أو fetch. حلو، دي أول حاجة. تاني حاجة، أنت عمرك ما تعرف تتحكم في الحركة بتاعت origin وأي كان البرانش بقى اللي أنت بتتكلم، عمرك ما تعرف تتحكم في البرانش ده غير بالpush أو بالpull أو بالfetch. اللي بيحركهم بس push او pull او fetch. غير كده انت مينفعش مثلا تحرك البرانشز دي. تالت حاجة، تعرف اصلا ان في تالت حاجة تعرف ان في اصلا حاجة يعني لكل برانش في الريبوزيتوري في الريموت، for every remote branch هتلاقي له عندك origin اسم البرانش ده. حلو، ودول مش نفس البرانشز اللوكال، ودول لا يساوي اللوكال برانشز. يعني الشباب يبقى يعني زي ما احنا شفنا في هنا ماستر، وفي عندك في اللوكال ماستر واوريجن ماستر. لو في برانشز تانية في الريموت هتلاقيها موجوده origin واسم البرانش، origin واسم البرانش. وعشان نشتغل عليها هنكريت لوكال برانش ليها علامه بتبقى بنفس الاسم ونشتغل عليه. تعالوا بقى نبص على الكلام ده فعليا عشان كفايه نظري. حد عنده اي حابب يستوضح عن اي حاجه في الحته دي؟ خالص مش فاهم الحته. يعني ايه عشان نكريت اشتغل عليها على اللوكال اعمل كريت برانش تاني؟ هنشوف دلوقتي. احنا قلنا باي ديفولت اول ما بكريت الريبوزيتوري بيبقى عندي ماستر برانش. تعال كده نعمل جيت، يقول لنا بس مفيش كوميتس، يعني لسه البرانش بتاع الماستر مش بيشاور على اي حاجه. انا كاري اكيد فايل اسمه readme واحط فيه اللاين نمبر اي حاجه، وكريت اعمل اد للريدمي في الريدمي ده واعمل كوميت added readme file. تعال نعمل get status كده، بيقول لنا عن ماستر. هو ده مثل جديد مش معبر قوي عشان دي اول كوميت، يعني هي مضلله اصلا. طيب مش مشكله، اعمل دوت عن ماستر. لسه الاوريجن ماستر مش بيشاور على حاجه. انا عامل دلوقتي get push، انا عملت كوميت اهو زي ما انتم شايفين، عملت كوميت اهو بس لسه ما عملتش get push. لو انا رحت عند الريبوزيتوري بتاعتنا، تعال كده نروح عند الريبوزيتوري، لسه مفيش اي حاجه اصلا، لسه مش مطلع اي حاجه، مفيش تخش فيها البرانشز ولا اي حاجه. تعالوا كده نكريت نبوش كي بوش. اهو زق الحلوه، زق دي زق الكوميت بتاعتي في الماستر الاونلاين ريموت. تعالى انا كده اعمل ريفرش، الانترفيس اتغيرت دلوقتي، بقى في نيو برانش وبقى في كوميتس ممكن ابص عليها. نيجي كده ده حلو، هم طلع لي ريدمي فايل اهو، طلع لي لاين 1، وده الكوميت اللي انا لسه اعمل لها يعني اعمل لها بوش من شويه. انا دلوقتي هحتاجك ده مدخل رشاد وبعدين ماكم دخل اسم رشاد عشان انا اعمل الكونفيجريشن بتاع يوزر دوت نت رشاد. وبعدين بالكم هو مش بيتحقق من اسمي فعليا، يعني انا ممكن اخلي اسم عسيلي، ممكن اخلي اسم اي حد بحاجه مضاده. جيت مش بينفورس حاجه زي كده. طيب هنفترض ان رشاد هو اللي عمل الكوميت دي. طب دلوقتي يا عسيلي انا عاوزك تشير سكرين. انت عملت كلون اصلا قبل كده ما عملتش كلون قبل كده؟
اه مش مهندس عملت ياسين انت معايا؟ اه معاك عملت كلون؟ اه عملت كلون قبل ما اعمل بوش ولا بعد؟ لا لا انا لسه ما عادش بس انا فاكر قصدك عملت قبل كده يعني هعمل لا دلوقتي لا لا ممكن تشيل سكين؟ انا هتعمل شيل سكين. طيب كويس اعمل ايه دلوقتي؟ بص يا سيدي انت عملت اعمل كلون صح؟ اه اعمل طب اعمل جيت لوج كده. جيت لوج ماشي طيب حلو قوي. عاوزك بقى يا رشاد ابص يا شباب بص يا شباب في ايه؟ بص اللوج عامل ازاي؟ انا هنا معناها الكوميت دي انا واقف عند الماستر، الهيد بيشاور على الماستر اهو، وفي الكوميت دي ده اللي واقف عندها الاوريجن ماستر يعني ريموت ريبوزيتوري واقفة آسف الكوميت دي عند الأوريجين ماستر، والهيد بتاع الريموت برضه واقف هنا. طيب على أي حال عاوزك يا رشاد يا عيسى يا عسيري عاوزك تعدل في الفايل ده وتعمل بوش. عاوزك تعدل في الفايل بس ما تعملش بوش معلش دلوقتي، عدل في الفايل ريدمي ده وعدل فيه حلو أوي واعمل كوميت. يعني معلش ليه؟ عشان انت مش جيت كده كوميت تمام حلو قوي. ممكن بقى تفتح الريبوزيتوري من عندك على البراوزر. بصوا يا شباب عسيلي عمل كوميت بس عشان ما عملش بوش فالريبوزيتوري مش شايفه اللاين الجديد اللي هو عمله ولا انا هشوفه. زي ما قلنا مفيش اي كوماند بيكلم بيستخدم الانترنت خالص غير بوش وبول وفيتش وشو يعني حاجات تانية كده حاجات بسيطة يعني. ممكن بقى تعمل بوش يا سيدي. اكتب فيرجن ماستر صح؟ لا مش محتاج في الفيرجنز الجديدة من جد مش ممكن تكتب بوش بس. طيب افتح تاني بقى كده براوزر فرفش البيج بالظبط. بعد ما عمل يا سيدي بوش التشينجز راحت. طيب وقف كده يا سيدي يا سيدي. شايفين الشاشة عندي صح؟ شباب انتوا شايفين الشاشة عندي؟ اه شايفين شايفين طيب حلو. بصوا انا ما عملتش بول ولا عملت فيتش، هعمل جيت لوج. جيت لوج بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا واقف عند الماستر، الهيد بيشاور على الماستر، والاوريجن ماستر واقف عند الكوميت اللي انا مدخلها اللي هي ادد ريدمي فايل. مش بيقول بيدعي ان الاوريجن ماستر هنا. هو ادعائه صحيح ليه بقى؟ لان انا ما عملتش بول، فهو شايف اخر حاجه شافها جابها من يعني اخر مره اتكلم فيها الريموت ريبوزيتوري كان ساعتها الاوريجن ماستر واقف هنا. يبقى الاوريجن ماستر اللي عندي مش بيتحرك اوتوماتيكلي من نفسه، ما بيتحركش غير لما اعمل بول او فيتش او بوش. فانا هعمل دلوقتي جيت بول واعمل جيت لوك تاني. هنا اعمل فاست فورورد. تعالوا كده نعمل جيت لوك تاني. بعد ما عملت بول جاب الكوميت الجديده من الريبوزيتوري وحرك الماستر وخد يعني خد الكوميت الجديده اللي عملها اللي عملها عزيزي. يبقى كده اللي احنا فهمناه بقوه هنا ان الكوميتس مش بتروح وتيجي بيني وبين السيرفر
غير لما نعمل push or pull. طيب ايه بقى الفرق ما بين pull وفتش؟ pull هي fetch plus merge. يعني ايه؟ يعني لو انا عملت fetch بس هيجيب الكوميتس او الشينجز من السيرفر بس مش هيعمل اي ميرج. خلي بالكوا هنا هو حرك الماستر. قبل كده الماستر كان بيشاور على الكوميت اللي هي بي اي 3، دلوقتي الماستر بقى يشاور على اي اي 4. وانا لو فتحت عندي الفايل اللي هو ريدمي فايل هلاقي هلو اللي مدخلها سيلي. تعالوا بقى نشوف الفرق ده بوضوح اكتر بين بول وبين فيتش لما عسيلي يشاركنا. بقولك يا شيء بص عسيلي، أنا عاوزك تخش دلوقتي تعدل في الفايل شير سكرين، يعني شير سكرين، وبعد ما شير سكرين نعدل في الفايل وعمل كوميت وبوش. عامل ايه؟ عدل الفايل، زود اي لاين تاني. ماشي، وعمل بقى يعني كوميت وبوش. هو اللي هو كان هيد اوريجين كانت موجوده عندي مش موجوده عندك ليه؟ ممكن اطلعها، انا ممكن ازود اوبشن يعني عندي لما هي موجوده، يعني ممكن توقف انت شير بقى وانا هشير عن عندي. طيب انا هعمل دلوقتي ايه؟ هعمل جيت لوج اهي. اللي مش عايز تظهر مش لا ما عنديش اجابه زي يا سيدي، اول مره اخد بالي من مش عارف ليه ما تظهرش عندي، ممكن يكون في اختلاف في الفيرجن بتاع الجيت ولا حاجه. طب على اي حال دلوقتي انا ما عملتش بول ولا عملت فيتش، فانا دلوقتي نفس الستيت من اخر مره عملت. طيب تعالوا بقى نعمل بقى جيت فيتش، ما عملتش بول المره دي. قبل ما جيت فيتش تعالوا كده نبص تاني على كوميت ايه. كان عندي كوميتيه وانا واقف عندها بالمرمل، قلت الكوميتيه وحرك ليها وعد، يعني عمل عدل الفايل نفسه. يعني لما عملنا بصينا جوه فايل لقينا الفايل التعديل اللي عمله عسي. طب انا دلوقتي عامل جيت فيتش من غير ما اعمل، ما عملتش ميرج وما عملتش جيت بوش جيت بول اسف. تعالوا نشوف تاثير اللي هيحصل. تعال نبص على اللوج كده، تعال نخليها اول مش تبقى واضحة. اول جيت لوج بقى فيها ايه؟ بقى فيها الكوميت اللي بتاعت الاوبت اللي هي من اللي هي عند الماستر بتاع ريموت اللي هي اوريجن ماستر، وانا الماستر بتاعي لسه في الكوميت جيت فيت اللوك جيت بول بتحرك اللوكال برانش لو انا واقف عليه ومرتبط بريموت برانش. لو انا عملت يعني طبعت اللي موجود في الفايل بتاع ريدمي هلاقي لاين 1 وهلو بس، مفيش لاين 2 اللي ضافها عسيل. طيب تعالى نعمل جيت ستيتس كده. جيت ستيتس بيقول ايه بقى؟ بيقول انت على البرانش بتاع الماستر، البرانش ده بيهايند الاوريجين ماستر باي 1 كوميت اند كان بي فاست فورورد. يعني البرانش بتاعك بتاع الماستر ورا الاوريجين ماستر، ورا الماستر بتاع ريموت، ممكن نعمل له فاست فورورد. يعني ده ممكن نعمل له ميرج، اعمل جيت بول عشان تابديت اللوكال برانش. فانا هعمل جيت بول، ممكن اعمل جيت بول او جيت ميرج. انا سيستم بيعمل جيت بول، هو فعلا عمل فاست فورورد. لو عملت جيت لوج من غير حتى اقول هلاقي ان هو جاب لي الكوميت وحركت الماستر على نفس الكوميت بتاعت الاوريجين ماستر. ولو عملت كات، لو عملت بعض الحاجات اللي موجوده في الفايل هلاقي لاين 2 اللي ضافه على السيري. هل كده واضح الفرق ما بين بوش بين بول وفيتش؟ تمام يا باشمهندس. طيب في حاجه برضو عاوز اشرحها، ثانيه واحده كده عايز اتاكد.
طيب تعالوا كده، احنا قلنا جيت برانش بتطبع لك كل البرانشات اللي عندك على 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 الريبوزيتوري. الكلمه دي مش صح قوي، هي فاهم بتطبع لك برانشات بس مش كلها. احنا قلنا احنا عندنا مفترض تو برانشز، الماستر والاوريجين ماستر. لو حبينا نطبع كل البرانشات بقى فعليا هنعمل ايه؟ هنقول جيت برانش وطبع لي كل البرانشات. فقال لي انت عندك الماستر وعندك في الريموتس الاوريجين ماستر. طب لو انا حبيت اعرف انهي برانش عندي مكافئ لانهي برانش في الريموت، هقول له داش ايه اختصار اقول ماشي، واقول له داش في يعني ايه فيربوس. ممكن اقول له فيربوس يعني فيربوس قوي يعني فيربوس بجد، ممكن الزام كلهم في بعض بالمنظر ده. بص بقى اللي حصل ايه، اللي حصل ان قال ان انت عندك، انت واقف على الماستر بتاع البرانش، عندك البرانش اسمه ماستر واقف عند الكوميت دي، وهو بيكافئ الاوريجين ماستر، بيكافئ البرانش اللي اسمه اوريجين ماستر، السبجكت بتاعته اسمها لاين 2. وعندك برانش تاني اللي هو الاوريجين ماستر بقى اللي هو واقف عند نفس الكوميت. هو فيربوس بتعمل ايه؟ بص من غيرها ده فرق، ده اللي بتعمله فيربوس، بتقول لك كل برانش يكافئ لانهي ريموت برانش. لان خلي بالك انت مش اي برانش بتعمله لوكال لازم السيرفر يشوفه، عادي ممكن يكريم برانش وانت ما تشوفوش، عايز اجرب حاجه على جنب، السيرفر مش هيشوفه غير لما اعمل بوش. يعني تعالى كده نجرب جيت تشيك اوت داش بي، هنسمي مثلا ده اللي هنسميه لوكال برانش. برانش واقف عند الكوميت دي بس مش بيكافئ اي ريموت برانش. لو احنا رحنا للجيت هاب هنلاقي عدد البرانشز لسه واحد ما زادش. لما اعمل بقى جيت بوش ساعتها هيحس بيه. طيب لما انا كاري برانش جديد وعاوز اضيفه بقى للريموت سيرفر بعمل ايه؟ بقول جيت بوش داش يو واسم البرانش اللي هو لوكال برانش. اول مره بس لما اجي اكاري يعني كاريت برانش عاوز اعمله بوش على جيت هاب او اي ريموت يعني ريبوزيتوري، هكتب جيت بوش اسم الريموت اللي هو اوريجين واسم البرانش بتاعي داش يو. داش يو معناها ان انا بقول له ان البرانش ده يكافئ البرانش اللي على الريموت. لو احنا ما كتبناش كده مش هيربطهم ببعض، يعني انا هبقى مع نفسي والاوريجين لوكال برانش هيبقى مع نفسه. طبعا اسمه هيبقى ملخبط جدا، ان انت هتلاقي لوكال وهو مش لوكال، مش لوكال. هو هنا قال لي نيو برانش كريت لوكال برانش على السيرفر. فانا لو جيت هنا عملت ريفرش هلاقي بقى تو برانشز دلوقتي. لو عايزين اعمل بول هيروح له برانش جديد. طيب تعالوا كده نعدي على التوتوريال ده، التوتوريال نشرحه. انا بحب اصبره. طب دلوقتي لو انا عاوز اوريجين ماستر هو اللي يشاور على اللوكال برانش اللي عندي، يعني انا اعمل برانش جديد وبعد كده اخلي الاوريجين ماستر هو اللي يشاور عليه، يبقى معايا يعني مش بيبقى مع الماستر. يعني انت عاوز الاوريجين ماستر يمشي مع برانش تاني؟ لا ده مش موجود. مفيش حاجه اسمها برانش مش مع برانش. تمام. مبدئيا يعني ممكن تكنيكال الكلام ده مش صح قوي بس مش ده يعني ده ما يحصلش في الحقيقه. انت بتعوز برانش يمشي مع برانش غير اللوكال والريموت، يعني انت عاوز الماستر يمشي مع اوريجين ماستر صح، ده كده ينفع. بس ما بتعوز معلش ممكن تعيد سؤالك تاني يا ياسر، ممكن كنت فهمت غلط. انت عاوز اوريجين ماستر يفولو مثلا لوكال برانش؟ ده ممكن.
معلش صح ما انا فهمت غلط. طب ازاي؟ طيب بص بص يا سيدي دلوقتي بص يا سيدي تعالى نكري برينش تاني اسمه يا سي برينش ماشي يا سي انا هعمل جيت بوش من غير داش يو ليه سيلي بص يا سيلي مبدئيا الفورمات الكاملة انك تكتب اسم اللوكال برانش بس عشان اتاكد كده تعالوا كده نجرب من الشركة بصراحة. طيب هنفترض ان احنا عاوزين نخلي انا هعمل لوكال برانش عندي اسمه عسيري عملت خلاص عسيري برانش وهخليه يبوشه على ريموت برانش اسمه ريموت برانش بس من غير الداش يو. تعال نبص على الفرق بقى. بص الفرق بين بوش دي وبوش دي قال ايه ممكن نتجه لحته دي كاري برانش على ريموت اسمه لوكال برانش وقال ايه ان اللوكال برانش اللي عندي السيت اب تو تراك ريموت برانش لوكال برانش يعني البرانش اللي عندي هيتراك الاوريجن لوكال برانش بمعنى لما انا اعمل بول هيعرف بقى وانا واقف على البرانش ده هيعرف لو في تشينجز عليه يعمل لي ميرج من غير كده مش هيعرف مش هيربط الاثنين ببعض. بصوا كده جيت برانش اي بي في بتعمل ايه بقى لوكال برانش بتكافئ الاوريجين لوكال برانش عسيلي برانش ما يكافئوش اي برانش تاني في الاوريجين في الريموت ريبوزيتوري رغم ان هو موجود اهو الريموت برانش اهو احنا كريتناه يبقى هو كده في على الريموت ريبوزيتوري كاريت برانش اسمه ريموت برانش المكافئ لعسيلي ولكن عسيلي برانش مش هيتراكه بمعنى لو في تشينجز مش هعمل لها ميرج اوتوماتيكلي لازم اعمل لها بنفسي يا اما اعمل لها سيت بقى اعمل لها سيت ازاي بقى ده بقى سؤالك يا عسيلي ازاي اخلي برانش يتراك برانش تاني بعمل جيت برانش وست اب ستريم 2 بقول اسمه اهو دلوقتي عايز لي برانش السيت اب تو تراك ريموت برانش تعال كده نشوف جيب برانش الفيربوس بتاعه بيقول ايه دلوقتي عايز لي برانش يكافئ لاوريجين ريموت برانش بنفس الطريقه كده يا سيدي لو انت عاوز اوريجين ماستر يتراك برانش تاني فانت هتتشيك اوت البرانش التاني ده وتكتب بقى جيت برانش سيت اب ستريم 2 وتكتب اوريجين ماستر انا كده جاوبت على سؤالك هل الاجابه واضحه؟ تمام كده. طب ممكن كده مثال بقى يعني كذا برانش كده على الجيت هاب وكذا برانش عندي وايه اللي بيحصل كده ما بينهم؟ انت عاوز توصل لايه بين كذا برانش؟ يعني التعامل مع برانشز مختلفة على الجيت هاب وأنا عندي برانشز تانية زي كده يعني هي كده بتثبت يعني وبعد كده مثلا لو أنا عاوز أعمل ميرج مثلا على الجيت هاب بين التو برانشز أعمل إيه مثلا؟ طيب كده تعالى ناخد يوز كيس أنا دلوقتي على مصر عاوزك يا سيدي تكاري برانش عند الماستر وكان بنش اسمه فيتشر اكس
حلو، وكانت في اي كوميت شير سكرين كده وورينا انت هتعمل ايه. لا يا عسيلي عسيلي، لا ظبط اسم البرانش بقى، خلي اعمل رينيم للبرانش، اكتب جيت برانش داش ام وديله اسم مختلف، خليه فيتشر اكس. اكتب جيت برانش داش ام بعد كده ايه سبيس بقى، واكتب اسم برانش جديد اللي هو هيبقى فيتشر اكس، كده هيعمل رينيم من اي 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 لفيتشر اكس. لا شيل اي اي، هو طلع لي ده ليه بقى؟ عشان انت البرانش ده مش موجود على الريموت. حلو، فانت تمام. محتاج تكتب جيت بوش اوريجين بعد كده ويستحسن تكتب دبل داش سيت اب ستريم، او اللي هي اختصارها اللي انا كتبتها داش يو. اكتب جيت بوش داش يو والفيتشر اكس. اوريجين، لا لا لا، وبعدها اوريجين كده ساعتها فيتشر اكس دي هتترفع على الجيت هاب صح؟ بالظبط. حلو، طافين اصلا. ريفرش، في فيتشر اكس. حلو قوي. بص بص سيدي بقى، بص كده هات لي كده تاني الكونسول. بص قال لك ايه في المسج، عشان تكاري بي ار اضرب اللينك ده. انت عارفين البي ار؟ هو ايه البي ار؟ البي ار ده معناها بول ريكويست. يعني ايه؟ يعني انت عملت تشينج على، عملت برانش جديد، عملت تشينج على برانش، وعاوزني وعاوز تمرجو على الماستر مثلا او على اي برانش تاني، فبتعمل بول ريكويست. ده البول ريكويست ده خد كده واضربه، واضربه في البراوزر. انا ما فهمتش دلوقتي المفروض اعمل ايه. خد خد اللينك اللي موجود قدامك في اللي هو قال لك عشان تكتب بي ار، في تحتها اللينك، خده كوبي واضربه في البراوزر. انا افترض ان انت لما عملت فيتشر ده وعملت كوميت في البراوزر يا سيدي، برازر ده هنفترض ان انت لما عملت كوميت يبقى انت كده خلصت الفيتشر. الفيتشر اللي انت عاوز تضيفها، وانا تيم ميت معاك، انا زميلك في البروجكت وعاوزني ابص على الشغل بتاعك. حلو، فانت هتعمل كده، هتخلص الشغل بتاعك وبعد كده تعمل جيت بوش، بعد كده كده تضرب اللينك في البراوزر زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده هتحطني انا زميلك وعاوزني ريفيو الشغل بتاعك. هتحطني بقى في الريفيورز وفي الاساينين. في الريفيورز عند مين كده عندك؟ ايوه بص، ايوه هتلاقيني بقى، ايوه جوكر تيست ده بالظبط. خلاص يعني كليك في اي حته بقى وحطني في الاساينين. كده انا بعمل ايه بقى؟ يعني دلوقتي هو هوريك يعمل بقى، هوريك يعني، كمل معايا، كمل معايا للاخر. اعمل بقى كريت بول ريكويست، الزرار اللي تحت ده. بص بقى، انا واقف شير عندك، انا شير عندي انا بقى. بص انا عندي هيظهر لي ايه بقى؟
هيظهر لي pull request. pull request بقى ايه اللي هيحصل فيها؟ لما هلاقي ان عسيلي فتح pull request طلب مني ان انا review. حلو، request review from مننا. انا عاوز بقى طلب يمرج الفيتشر بتاعه على الماستر. يعني هو كده خلص الشغل في التاسك بتاعته وعاوز يضيفها بقى على الماستر، فانا عاوز بقى اشوف الشغل بتاعه. فاشوف التشينجز، لما ادوس هنا هشوف التشينجز اللي ما بين الفايلز اللي عدلها بالماستر. دلوقتي التشينجز اللي عملها عسيلي في الفيتشر اكس وعاوزني ابص عليها عشان اضيفها على الماستر، هلاقي ان هو بيقول لي ان لاين 2 غيره بقى فيه انتر زود التاسك بتاعته ان هو يعمل كده. A few moments later. انت شايفين الشاشه بتاعتي صح؟ اه. طب اول حاجه دلوقتي هنشتغل في البروجكت عن نيورال او اي بروجكت او اي بروجكت تاني. فهنيجي هنعمل نيو نعمل نيو ريبوزيتوري. نيورال، انتوا هتشتغلوا بايثون صح؟ هو انا ديستريبيوتد فما اعرفش هم ايه. بروجكت خلاص هيبقى برايفت. طيب بافتراض ان احنا هنشتغل، انتوا شغالين بروجكتس عموما في المواد بتاعتكم كلكم بروجرامنج لانجويجز ايه؟ هي بتختلف يعني، في حاجات كجافا وفي حاجات سي بلس بلس، نشتغل بايس كده. طيب انا هنفترض ان احنا هنشتغل بروجكت جافا. حلو ماشي. هنادي الاجنور فايل، هنقول ان احنا هنشتغل نيت بينز، مش نيت بينز، نشتغل جافا. بلاش ده، بلاش بلاش نادي جيت اجنور هنا. في حاجة هنستخدمها اللي احنا قلناها عليها قبل كده get ignore input output دي IO أحسن من بتاع جيت هاب. طيب احنا عملنا project، فأنا هكوبي اللينك ده وأجي هنا أعمل get clone وأعمل أعمل paste اللينك اللي أنا خدته copy. مش محتاج أظبط ال SH key اللي أنا ظبطته المرة اللي فاتت عشان أنا already ظبطته. بيقول انا عملت كلون امتي ريبوزيتوري، هي فعلا امتي مفيش حد عمل اي حاجه، فانا هخش فيها. انا عاوز اضيف، صح، عاوز اضيف عسيلي فيها. كان عسيلي كان بعت قبل كده. معلش يا سيدي، ممكن تبعت لي تاني اللينك؟ آه اسف، الايميل. ممكن انت كمان يا طه تبعت لي الايميل بتاعك؟ انا عاوزك تشترك معانا في القصه دي. ده ايه بقى؟ يعني ممكن تكتب الايميل كامل؟ طيب اكسبت انتوا الاثنين بعد اذنكم. عايزين اعمل اكسبت، فممكن تكسبت انت كمان يا طه. اكسبت واعمل كلون. بعد كده هنروح بقى ل get ignore io. فنفترض ان احنا نشتغل جافا على نيت بينز، فاحنا هنقول create get ignore لجافا
net beams واقول له كريت. ده كده الجيت اجنور اللي انا هحتاجه. هاخده كله كوبي واجي اعمل له مثلا بيست في الريبوزيتوري بتاعتنا project اسمي الفايل dot get ignore. حلو عامل كده get status هنا هلاقي get ignore بتاع الفايل اللي انا عملته. لو انا حبينا يعني نبص عليه هو بيجنور ال dot class files يعني فعلا مش محتاج في الجافا class files. بيجنور اللوجز بيجنور الجارات والورات والحاجات دي كلها. فعلا مش محتاجين الاكستنشنز دي تبقى شيرد بين الناس. مش محتاجين الفايلات المتعلقه بنت بينز. فده الجيت اجنور فايل بتاعنا. حلو حد عنده فيه اي مشاكل او تعليق؟ لا تعرف حلو طيب يبقى عاده حسنه ان احنا نحافظ ان اول حاجه نعملها ان احنا نحط الجيت اجنور فايل من الاول. وحاجه كويسه تانية ان احنا نعمل الريد مي فايل. الريد مي فايل افترض ان هو بيشرح البروجكت يعني بيشرح بيدي فكره عن البروجكت يعني. فانا ممكن اجي هنا اللانجوج اللي بيتكتب السنتكس اللي بيتكتب بيه الريد مي فايل اسمه مارك داون. مارك داون ده ليه سنتكس سهل وبسيط. يعني لما اعمل كده لما بكتب اول حاجه هاش وبعديها سبيس دي بكده بيعتبرها تايتل. لو حبينا نبص على المنظر بيعمل ازاي بيعمل كده هيظهر دلوقتي. ايوه هيظهر كده description this is a test repository for get session. لو حبيت اكتب كود بحطه بين مش عارف اسمها ايه بصراحه اللي هي جنب رقم واحد في الكيبورد. السنتاكس بتاعها سهل. لو انت عملت سيرش على مارك داون سنتاكس هيطلع لكم السنتاكس اللي انتوا عاوزينه. يا باشمهندس هو الاكستنشن اللي هو بيعمل كده بيبين لي الريدمي فايل ده ايه هو؟ اسمه ام دي. ام دي؟ مارك داون. بص كده بقى دلوقتي انا دلوقتي هبوش على طول هعمل جيت اد جيت ستاتس جيت اد جيت كوميت انيشال كوميت بعمل بوش. طيب هنفتح دلوقتي الريبوزيتوري بقى اهو. بص المنظر ده الديسكريبشن اللي بنشوفه في الجيت هاب ريبوزيتوريز المنظر ده. فهو ده اللي احنا بنكتب بيه عاده يعني. وعاده بتلاقوه في اي ريبوزيتوري ريد مي. هنا بيبقى السبجكت بتاع الكوميت اللي هو دخل اخر كوميت موجوده تعدل فيها الفايل ده. فالفايلين دول موجودين اخر كوميت تشتغل تعمل فيهم تعديل يعني في السبجكت بتاعهم دي. طيب دلوقتي احنا هنعمل ايه بقى؟ هنكريت هنفتح نيت بينز الجهاز بطيء شويه. هنعمل كيت بول. نعم هنعمل كيت بول دلوقتي. ايه؟ اعمل كيت بول للجيت دوت اجنور وريدمي ولا لا؟ مش محتاجين دلوقتي. عاوز تعمل ماشي مش عاوز تعمل يعني مش فارقه معايا دلوقتي مش محتاجينها دلوقتي. عاوز تعمل ماشي. اللي هيحصل ان هفتح نيت بينز وكريت بروجكت جديد وكريت مثلا المين كلاس واعمل كوميت واعمل بوش. انتوا بعد كده هتعملوا بول. يا باشمهندس هو ليه حضرتك مش بتستخدم مثلا فيجوال ستوديو كود في كتابه الجو؟ نيت بينز اقوى من فيجوال ستوديو كود. سمعت كمان من الناس ان انتلي جي احسن من نيت بينز كمان بس ما جربتوش بصراحه.
بستخدم فيجوال ستوديو كود في الكتابه بتاعت جافا لو حاجات سريعه خفيفه بينجز اكتر من بينز. بس بروجكتس بقى تقيله هستني بينز بالنسبه لي. بس حضرتك بتستخدم اوبن جي تي كي ولا جي دي كي؟ على حسب انت بتتكلم انهي انت بتتكلم فيرجن كام؟ تفرق 11 مثلا من اول 11 بقى مش هتفرق لان اوبن جي دي كي هي اوركل جي دي كي. قبل كده كان في اختلاف من اول 11 وانت طالع هما الاثنين بقى واحد. طيب تعالوا نكريت بروجكت هو كده لسه بيحمل. معلش يا جماعه دي دقيقه. ايوه new project Java application. هنخليها جوه project وهنسميه Java application 101. ونعمل فينش. هو حط المين كلاس خلاص مش محتاجينه محتاجينه على اي حاجه تانية. هنيجي هنا هنعمل كيت ستاتس اللي هي يضاف الفولدر ده. فانا هعمل له اد دلوقتي. دلوقتي المفترض كان يبقى احسن ان انا اخلي في انيشال كوميت يبقى فيها الاجنور فايل والريدمي فايل والبدايه بتاعه الجافا ابلكيشن اللي هو البروجكت فايل البروجكت دايركتوري ده. فانا هعمل ايه بقى؟ حد عنده فكره ازاي اصلح الكوميت الاخيره؟ اللي هو اشيلها يعني اعدلها. عاوز اعدلها اخلي اول كوميت يبقى فيها الريدمي فايل والجيت اجنور والفايلات دي. لا مش عارف. احنا كنا شرحناها قبل كده. عندك فكره طه؟ طه صراحه مش فاكر بس هي غالبا في حاجه اسمها جيت ريفيرت تقريبا ولا في جيت ريفيرت. بس مش هنستخدمها هنا. هنستخدم جيت كوماند كوميت اماند. فاكرين اماند؟ اماند دي كنا شرحنا انها بتعمل نسخة من الكوميت القديمة وبتحط فيها التعديلات دي وبتخليها بتريبليسها يعني بتحطها مكان القديم. فهنعمل جيت كوميت اماند. ايش الكوميت بس هعمل جيت بوش. هعمل بقى فورس ويز ليس. مهمة دي بقى. بصوا يا جماعة انا هعمل دلوقتي جيت بوش بس بقى تعالوا نشوف كده اللي هيحصل. اعترض ليه بقى؟ لان انا هنا عدلت الكوميت عملت تعديل في الهيستوري. اي تعديل في الهيستوري وعملت بوش هيفيل على طول. تعديل في الهيستوري يعني ايه؟ لو عملت جيت لوج هنلاقي الكوميت هي اولها 3 8 7 الكوميت هي شايفها كانت عند جيت هاب اولها سي 0 3 دي. فانا كده عدلت في الهيستوري. فالحل ان انا اعمل ايه؟ اعمل جيت بوش فورس. يعني انا بقول انا عارف بعمل ايه. بس انا عملت كده يا جماعه فورس دي خطر. خطر ليه بقى؟ لو انا عملت كده وكان في حد كان في حد عمل بوش للكوميت بتاعته انا هطيرها له. فالحل ايه؟ فورس ويز ليس. يعني ايه بقى؟ يعني هقول له اعمل بوش واعمل فورس بس لو لقيت ان في تشينجز على الهيستوري تشينجز على الريبوزيتوري ممكن تطير ما تعملش كده. فيلها برضه. فانا هعمل كده get push force with this يعني ان هو يشتغل ويعدل الكوميت يعدل الهيستوري. مهم جدا يا جماعه الاوبشن ده. مش كل الناس للاسف مش كل الناس عارفاه للاسف. حتى الناس اللي لما بتشتغل بقى زمايلي انا في الشغل طيروا شغل بسبب ان هم استخدموا فورس بس من غير الفورس with this. طيب لو عملنا كده عملنا ريفرش هنلاقي الجافا ابلكيشن اهو بقى موجود. في اللحظه دي انا محتاجكم بقى تعملوا جيت بول وتفتحوا البينز عندكم وتفتحوا البروجكت ده عندكم. انا هوقف شير لحد ما تخلصوا الكلام ده. يا باشمهندس ايوه يا باشا
ظهر لي ايرور ومرضاش يعني. طب ما تشيل في الخير كده. عملت جيت بول في الاول اعمل كده عشان نعدل كده نكبر الشاشه معلش. انا كرهت مايكروسوفت تيمز بصراحه. ايه رخم قوي. المهم كمل كمل. كان بيقول لك جيت بول. استنى هو انا بحرك المنيو يا جماعه اللي تحت دي ازاي؟ انا دي مغطيه الكلام ليه؟ خلاص خلاص اه بص عشان تحل المشكله دي هتعمل جيت بول فورس الاحسن منها ريبيز جيت بول دبل داش ريبيز بس خلاص. اعمل بقى جيت لوج كده. اعمل ايه؟ جيت لوج. حلو قوي. اللي هي 3-8 غيرها فعلا اهو. طيب افتح بقى بروجكت عن بينز عندك. انت عندك وين بينز صح؟ انا مش عندي للاسف. هو انا عندي. ولا انت كمان انتوا شغالين بتشتغلوا جافا على ايه؟ لا انا عندي انا عندي انت عندك وانت طالب تشتغل جافا على ايه؟ ما بشتغلش جافا اصلا اي حاجه افتح لوت اسمها ايه؟ طيب خلاص انا وانت هنشتغل يا رشاد وانت تابع معانا طه. طيب ماشي. دلوقتي احنا هنفترض ان انا وعسيري شغالين مع بعض في بروجكت حلو؟ واحنا تيميت يعني في البروجكت مفيش في مرحله الطلبه مفيش تيم ليدر يريفيو كود. ممكن يبقى في تيم ليدر ان هو ينسق مع الدكاتره ومع المدير والكلام ده كله ويعمل تنسيقات يعني بس التيم ليدر من ناحيه فنيه مفيش حد فيك اشطر من التاني بفرق جامد يعني ان هو يبقى بس يبقى يريفيو يعني. فاحنا نمشي بالكونسبت بتاع بير ريفيو. بير ريفيو اللي هو انا وعسيري شغالين مع بعض فهو مثلا هيكتب الكود وانا هبص عليه اتاكد انه صح وفي مره تانية انا هكتب الكود وعسيري هو يبص عليه اتاكد انه صح. ده هيحصل في التيم بقى يعني ايه؟ يعني مثلا لو احنا تيم من 4 مثلا فكل اتنين هيشتغل مع بعض التاسك واحد هيكتب الكود وواحد هيريفيو. حلو؟ هيريفيو يعني ايه بقى يريفيو؟ انا هشرح الكلام ده كله يعني هشرح البروسيس تمشي ازاي بس دي هتبقى الصوره العامه. محدش يكتب كود ويبوش من نفسه على الماستر اقصد. تعالوا بقى نبص على البروجكت ده او البروسيس تمشي ازاي. فانا وعسيري دلوقتي هنشتغل على فيتشر. طب انا وعسيري هنشتغل على فيتشر حلو. فاول حاجه هنعملها انا وعسيري ايه؟ اول حاجه هنعملها هنكاري برانش من الماستر. هعمل شير سكرين انتوا شايفين الشاشه عندي صح؟ اه شايفين. حلو قوي. انا اول حاجه اعملها الكاري برانش. الكاري برانش ازاي؟ جيت برانش ومثلا فيتشر. ماشي هنستخدم بقى جيت تشيك اوت عشان اسهل. هو اللي هنستخدم عمل فيتشر وبعد كده انا وعسيري هنقعد نتكلم مع بعض هنعملها ازاي ونحط الديزاين بتاعها ومش عارف ايه وبتاع وخلاص يا عسيري تمام تمام. فانا بقى هقعد اشتغل في الكود. فانا هفتح من بينز عندي. فلنفترض ان انا وعسيري اتفقنا ان انا هكري تاني باكج نيو باكج خلاص ماشي وهكري تاني كلاس نيو كلاس برضه مش مشكله. وفلنفترض ان انا هستخدم النيو كلاس بتاعي هنا نيو كلاس. اي حاجه بقى خلاص كده 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 كاني استلمت الشغل بتاعي. حلو
فين هو عامل ايه بقى؟ هو جاي هنا وعامل اد للشغل بتاعي. بص على سيتوس، اعمل جيت ديف عشان اتاكد ان انا تمام، او ديف تول عشان اتاكد ان الشغل بتاعي مفيش ديف تول، مفيش هنا خليها كاشد كاشد عشان انا كنت عملت اد خلاص. فهلاقي ان هو بيقول لي في الديف تول ان انا ضفت فايل جديد اللي هو النيو كلاس، وعملت تعديل في المين ان انا زودت السطر ده ما كانش موجود قبل كده، وزودت الامبورت دي. فاقول له صح كده مظبوط دي، يقول لي انت زودت الفايل اللي هو النيو كلاس، اقول له صح. فكده تمام. هعمل بقى جيت كوميت واشرح اللي انا عملته. ادد فيتشر 1 وكلاين ديسكريبشن اوف فيتشر 1 والimplementation، وليه عملت كده. وبعد كده اعمل get push dash u origin واسم البرانش اللي هو كان اسمه feature 1. لما اعمل push هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي اللينك على جيت هاب، يقول لي لو انت حابب تكريت pull request اللي هو PR اضرب اللينك ده. فناخد اللينك ده وافتح براوزر وافتح نيو تاب واكتب وبيست اللينك اللي انا اخدته. هيقول انت عاوز تمرج فيتشر 1 على الماستر، هقول له انا هاد ريفيور، هخلي بقى اعسي لي هو ريفيو الشغل بتاعي. ممكن ازود اكتر من اعسي لي لو انا حابب اكتر من حد يبص على الشغل بتاعي، بس الاساسي بالنسبه لي هيبقى اعسي لي. فانا هاد اعسي لي وكريت البي ار ده، دوس كريت بي ار. ساعتها كريت البي ار ده كريت ده هيسيلي بقى يخش. انا هوقف شير وهيسيلي يفتح من عنده. ممكن تفتح هيسيلي عندك الشير كده وتفتح جيت هاب. ايوه هتلاقي في بي ار اهو. ايوه افتحوا. ايوه هتلاقي ان طلبت مكتوب هنا طلبت منك انك تريفيو البي ار ده. فده البي ار ده البي ار بتاع الفيتشر. فانت هتبص في هتدوس على فايلز تشينجد التاب اللي هي فوق دي. ايوه هتبص هتنزل تحت هتلاقي ايوه انت عاملها سايد باي سايد. كويس كويس يا عسيل شاطر. ممكن تتفق بس الجودة دي. ايوه هتشوف التشينجز هتلاقي التشينجز دي مظبوطه او تعدل عليها لو انت حابب تعدل. مش هتعدل اسف، تكتب كومنت يعني. شايف البلس دي؟ ممكن مثلا تكتب عند البلس دي ايوه تقول مثلا انت نسيت حاجه، او اكتب كومنت او المسمى بتاع الفاريبل مش مظبوط. فتكتب كومنت وتقول لي وتقول سبميت الريفيو سبميت الرايت او سبميت الريفيو دي وتقول فوقت اي حاجه. تو اد كومنت مثلا خلاص ماشي رايت رايت فيو خلاص مش مشكله اي حاجه. ايوه حلو قوي. دي هتظهر لي. استنى بس انت عملت بتعمل ايه؟ لسه انا عاوز اكمل. اهو دي هتظهر عندنا ان انت يا سيدي لسه زي ما انت عاوز تكمل تشير. كمل انت شير. كمل شير. اكمل لا تاني نكمل. ممكن انت دي مش هتظهر غير لما انت تدوس بقى فوق finish your review الفتره دي. هتقول بقى ده على حسب بقى الكومنت بتاعك. هل الكومنت بتاعك يعمل مشكله يعني انت مش عاوز يتحط على الماستر غير لما يتحلل الكومنت بتاعك، او ده كومنت ثانوي ممكن نحطه على الماستر وبعد كده انا هضيف هطبق الكومنت بتاعك. يعني مثلا لو انا نسيت كومنت بس مش مشكلة، انما لو في بج او في الكود بتاعي غلط فانت هتقول لا انا مش هتوه بالظبط هتدوس ريكويست تشينجز. لو ده شو لو ايه ما تعملش ميرج كده صح؟ كده مش هيعمل ميرج. لو انت دوست ابروف يبقى كده دوس ابروف بقى كده كده تمام مفيش اي مشكلة عندك. الكود اللي انا عملته مظبوط وهتدوس سبميت ريفيو. ايوه
انزل بقى تحت. ايوه بص بقى ميرج بول ريكويست كده هياخد بقى الشغل اللي انا عملته ويحطه على الماستر. روح انت بقى كده عندك اعمل بول. اعمل بول خدت بالك؟ في import new بتاع زهرة. بالظبط حاجة زهرة بالظبط ده عشان وانت على مصر لو انت خدت بالك. تمام. وهكذا بقى ده بالظبط السيناريو اللي التيمز هتمشي فيه بيه. كل اتنين هيشتغلوا مع بعض، واحد ريفيو وواحد يكتب كود. في ناس ممكن تقابل الكونفليكتس، واحنا اتكلمنا ازاي الكونفليكتس دي ممكن تتحل. السيشن بتاعت امبارح ده المنظر العام بتاع الشغل، وده اللي احنا بنشتغل بيه فعلا في الشركات مع شويه اختلافات بسيطه. يعني مثلا بيبقى في تيم ليدر بقى فعلا بيبقى هو عارف، بيبقى اشطر مننا تكنيكالي، فهو بيريفيو، فهو اللي بيريفيو كود، وساعات انا بريفيو الكود بتاعه عشان هو مينفعش يكتب كود. مينفعش حد يكتب كود على مصر مباشرة يا جماعة، مينفعش، ممكن يبوظ حاجة. هنشتغل نكري برانش واحد ريفيو ويمرج. تمام. بس ده كده منظر الشغل العام، وده يوز كيس للواقع الحقيقي اللي احنا بنشتغل. حد عنده اي تعليق على الكلام ده؟ عندك اسئلة يا سيلي؟ بحب الاسئلة بتاعتك. طيب وانت يا طه؟ انت بتحب تشارك في صمت. طيب خلاص ماشي، شكرا يا شباب. انا كده خلصت الجيت سيشنز بتاعتي. كان نفسي اشرح اكتر من كده، ولكن زي ما قلنا لم يعطي الوقت بقية. يمكن نتلافى الاخطاء اللي احنا اخطأناها المرة دي مع الدفعات اللي جاية بعد كده ان شاء الله. اتمنى تكون استفدتوا حاجه. استفدنا وان شاء الله يعني ربنا يوفقكم في اللي جاي. ولو تحتاجوا حاجه في بروجكتس لو هي بالجافا ممكن اساعدكم فيها لو انتم محتاجين فيها مساعده. What do you think happens when we die, Keanu Reeves? I know that the ones who love us will miss us. Oh,